بيروت. It's not acceptable. My heart is broken. My heart with all the people. I'm sad for the kids. I'm sad for the people. I'm sad for the baby. My heart's cut. I love you, Beirut. Stay safe. صباح الخير لكل المشاهدين، صباح الخير من بيروت لكل العالم. تخيلوا معي، أم بسيارتها مع بنتها اللي عمرها 12 سنة سايقين وعم يضحكوا ويخبروا أخبار ويسمعوا موسيقى. ما بعرف شو بتحس الأم بدها تهرب من العجقة، بتفوت بمفرق صغير، كان ما صار 10 أمتار فاتة بالمفرق، بتطلع بالسما وبتقول يا رب دخيلك شو هالحريق الكبير هيدا. تسمع صوت هدير كتير كبير، صوت طيران، هيك الام سمعت. هلا شو بيطلع بعدين منشوف. بتطلع هيك بقلب الزروبة، بتشوف الارض عم تنبلع، الارض عم بتفوت لجوا وترجع الارض تفقع لبرا. عصف الانفجار عم بيطير معه الناس والقزاز والسيارات، والام بالسياره مع بنتها. بتمسك الام بنتها وبتركض فيها على محل صغير، بتتخبى ورا طاوله خشب. البنت بتصير تصرخ لامها، ماما ما بدي موت. تطلع الأم من المحل هي وبنتها، بيركضوا على الإزاز وعلى الدم وعلى الناس المنصابة والولاد اللي راسها مفتوح. بتطلع الأم بالسيارة وهي وسيقة بالرجعة على بيتها، بتقول لبنتها هيدا فرقاع يا ماما، هيدا فرقاع يا ماما، ما تخافي، هيدا اللي صار معي نهار الانفجار. ثانية ما فينا نزيد من عمرنا إذا ربنا ما بده، وربنا كان بده إنه عمري يكمل وعمر بنتي، بس في كتير ناس ما كان إلهم هيدا النصيب. قلبي عم بخبط هلأ، يا ريت فيكم تسمعوا قلبي قد عم بخبط. بليز بترجاكم، بترجاكم ما نلتهي بمين وكيف وليش، والصور ما لازم كانوا يكسروا هون، والصور ما تنسوا شو صار فينا، ما تخلوا الموت يصير رفيقكم وبابا يهز فيكم وبابا يهز بمشاعركم وبقلبكم، ما تخلوا الموت يصير عادة. مش منيح انه نحن تمسحنا، مش صحي انه نحن بابا نحس، هيدا يعني نحن بابا بشر. ما تتعودوا على فكرة الموت، يعني انتوا بتكونوا ميتين ماشيين بس ميتين، والأموات أحياء أكتر منكن. بابا تتعودوا على فكرة الموت. الحمد لله على السلامة كارين، وسلامة أهلك وعائلتك، والله يرحم كل الشهداء ويشفي كل المريض. عن جد الألم والغضب اللي جواتنا ما عارفين كيف بدنا نعبره، بس حابة بلش بصباح الخير لبيروت وصبحها بالخير وقلا كيفك اليوم. بتعرفي حتى انت ومكسرة بعدك حلوة حلوة حلوة. نحن مش بس منموت فيك، نحن عم نموت فيك، لأنه بكل بساطة دولتي قتلت شعبي، وكرمال ترابك المخلوط بدم كل بريء. ما بدنا ننطر محاكمة السما، بدنا نشوفهم عم بيتحاكموا على الأرض، لأنه هالمرة يا نحن يا هني. كيف فينا نكفي حياتنا بشكل طبيعي بعد هيك كارثة؟ تعودنا أنه كل ما نوقع نقوم، بس هالمرة الوقعة قوية وصعبة وبتكسر الظهر والقلب. كنا مفكرين أنه جرح الحب أكتر شي بيوجع القلب، طلع جرح الوطن أقوى بكتير، وريحة الموت عم تخنقنا يوم بعد يوم مع كل شهيد جديد، وعم بتكون أقوى من ريحة الانفجار. تعرفوا
امبارح انا عم بصلي قبل ما نام صرت اقول يا الله بعد السما بتساع؟ بعد الارض قادره تحمل دموع ودم؟ من السما مننزل على تحت الارض لقلكن الطبقه الحاكمه وبقول انتو الغيمة السودة بسمانا كلكن يعني كلكن ومن دون استثناء. وللرئيس القوي بدي اقول عن جد بعهدك السيادة باقية؟ شو بدنا فيها اذا ما في مين يخبر؟ من حق كل واحد انوهل انصاب وخسر شغله وبيته ورفقاته وعيلته ولكل نقطة دم نزلت على تراب الوطن بدنا نعرف كيف وليش صارت هالكارثة واليوم قبل بكرة. ولألك كمان بقول المهجرين من الجميزة ومرم خايل الأشرفية الرميل البسطة والكارنتينا وا 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 ما سمعوا كلمتك وفلوا لأن مش عجبهم. هول رايحين يلطوا تحت سقف لأنه انتو شردتون. ومنوعدك إنه هالشي لفترة قصيرة بس لأنه رح يرجعوا على بيوتهم ولعند أهلهم وناسهم ونحن اللي رح نساعدهم. تعرف ليه؟ لأنه نحن الدولة. وبالأخير لشعبي بدي أقول خبروا اللي بتحبون إنكم بتحبون. نحن ببلد ما منعرف بأي دقيقة ما بعود بنعرف عنا خبر. من الموت وإرادة الحياة دايما بتنتصر بس الحياة بزل أو بكرامة هيدا قرار. ما تخلوا غضبنا يروح بس على إنه نوجه اللوم، خلوا غضبنا يتحول فعل وهيدا الفعل يخلي بلدنا يصير أحسن. شو ما كان نوع المشاعر يلي عم نعيشها اليوم أنا بالكارنتينا وراي بيوت شاهدة على الدمار وعلى الخراب وعلى الجريمة الكبيرة. وراي ناس كانوا معودين يكونوا بصبحيتهم يوم الأحد صوتهم أعلى يوم صوتهم أوطى لأنه يمكن ما عم يعرفوا شو يقولوا. مثلي ومثلك يلي عم بتبعني ما عم نعرف شو بدنا نقول، ما عم نعرف شو هي مشاعرنا مخلوطة بين الغضب بين الألم بين الوجع بين الحزن بين الأسى وبين الحب الانتقام والتغيير. هيدا كله يلي عم نعيشها هالمشاعر رجاء ما تخليها تروح هيك وما تخليها تروح صدى، ما تخليها تنطفي بعد جمعة وبعد جمعتين لأنك ببساطة إنسان معود أنك تقوم من تحت الركام ومن تحت الخراب وترجع تعمر بيتك. هون وراي في صمت وعلى شمالي في حدا حامل رفش وعم بيدبر حاله. بين الصمت وبين الناس اللي عم تحاول ترجع تقوم بحياتها في فرصة إنه ما بقى نقبل بالجريمة وما بقى نقبل بالفساد. خلونا نغضب اليوم ونسب اليوم ونوجع اليوم وخلونا قد ما بدنا نعيط ونصرخ بس ما تخلونا ننسى. في صور مباني بعد شاهدة على الخراب والدمار من أيام الحرب اللبنانية من 75. في مباني بعد اليوم مصدعة ومنمرق حدا ومنشوفها بس ما تغير شيء، ما قدرنا نبني وطن. اليوم هي الفرصة الوحيدة يلي منقدر من خلالها نقول ما بدي بقى يستثمروا غضبي بس بالصريخ، غضبي حق لإلي لغير. والتغيير لازم يصير على الأرض وبالفعل. بدي أثبت اليوم أني أنا مش بس بنوجع وبدبر حالي وبرجع بقوم وبرجع برمم من بيتي وما بنطر الدولة، بدي أثبت كمان اليوم أني أنا بستحق عيش بكرامة وكرامتي ما حدا رح يسلب ليها وما حدا رح يخليني أشعر أنه أنا لاحق هالزعيم ومثل ما بده بيتحكم فيي. الغضب والغضب بس من بعد الغضب الوعي، والوعي لازم يترجم فعل. أنا وزميلي محمد بربر اليوم رح نجول مش تنقلكن الصورة، الصورة بتعرفوها بقلوبكن وبعقولكن وكل واحد منا دمعته بعد ما نشفت من أول يوم من التفجير لليوم. أنا ومحمد رح نحاول ننقل الوجع، نسمع قصص هالناس يلي توجعت ويلي تألمت لأنه ما في حدا بيقدر يشعر باللوعة قد الناس يلي عاشوها. ومن هاللوعة أنا ومحمد اليوم رح نحاول قد ما فينا مش بس نواسي هالناس بأنه نقول لهم الحمد لله على السلامة، إنما نحاول نحن وهني نلاقي ولو هيك سبيل على أنه ما نسكت لنغير. رح نكمل تغطيتنا اليوم ساشا.
عنا طبعاً ميلاد رح يكون معنا من الكارانتينا، وزينة الزغزغي من داونتاون بيروت، وسط بيروت. نعم. من وسط بيروت، وطبعاً في مراسلين الأخبار كمان منتشرين وين ما كان، رح نطلع معهم برسائل. رح ننتقل عند زينة، صح؟ صباح الخير كارين، لإلك ولساشا ولميلاد. سألت ساشا كيفها بيروت، ياريت في طمنك وقلك أنه بيروت منيحة. للأسف بيروت عم تبكي، بيروت موجوعة. أنا موجودة بداونتاون بيروت، بوسط بيروت، يعني ما في خبرك قدي المشهد بشع. دمار، يعني يمكن دمار كلمة صغيرة ممكن تنقال عن الحجم البشاعة اللي موجود هون. وسط بيروت اللي كلنا عادة منشوف حالنا فيها، بس يكون في سواح جايين من برا، أول شيء منعمله أنه نحجز بمطاعم وسط بيروت. بس يكون في أشخاص يسألونا وين بدنا نروح بلبنان، أول شيء منخدهم على وسط بيروت لنفرجيهم بيروت قدي حلوة، لنفرجيهم بيروت كيف عمرناها بشكل تليق بالشعب اللبناني وبالسواح اللي بيجوا من برا ليتفرجوا على بيروت. بس نسافر نحنا لبرا منقول حلو، كل شيء منشوفه برا حلو، بس مش أحلى من بيروت، مش أحلى من وسط بيروت، مش أفخم من وسط بيروت. للأسف المشهد اللي عم نشوفه اليوم ما بيشبه بيروت اللي نحنا منحبها، ما بيشبه بيروت اللي نحنا عمرناها، ما بيشبه أبدا بيروت اللي نحنا كنا نخاف عليها ونقعد فيها ونضحك وننبسط وما نعطى الهم شيء. الانفجار اللي صار أثر على كل زاوية من بيروت، على كل مطعم من بيروت، على كل محل كنا نشوف حالنا فيه، على كل إذا بدك مطرح وزاوية ببيروت اليوم عم نشوفها مدمرة من وراء انفجار. ما عرف لا كبير ولا صغير ولا محل ولا بيت ولا حتى محلات تجارية. هيدا الشيء يمكن بزعل كل شخص لبناني اليوم بينزل على بيروت اللي بيعرفها، لأنه مش هيدا هي بيروت اللي بنعرفها أبدا أبدا أبدا. يعني أقل شيء ممكن ينقال، ما بعرف إذا رح نقدر شي نهار نرجع نظبط هيدا الدمار. مين المسؤول؟ حكامنا، للأسف إهمال حكامنا. يعني نعمل جولة هون منشوفها مدينة أشباح. هيدا المحل يمكن اللي كنا نتلاقى فيه لنرسم بسمة على وجوهنا، المحل اللي منشوف حالنا فيه، بيروت اللي منحبها اليوم عم تنزف، بيروت اللي منحبها اليوم موجوعة كتير. ناطرتنا نحنا نكون موجودين على الأرض، عم نلم كل هالوسخ الموجود على الأرض، كل هالوسخ اللي انفرض علينا، يلي حطولنا إياه من وراء أهمالهم ومن وراء قلة مسؤوليتهم. إن شاء الله يا ساشا ويا ميلاد ويا كارين، هالأشخاص اللي كانوا موجودين مبارح كمان، يلي هن زيتهم يلي كانوا بالنهار المتطوعين واللي عم بيرمموا هالبلد ويلي عم بيكنسوا هالبلد، كانوا عم بيطالبوا بأقل حقوقهم من عشية، وعم بجربوا قد ما فيهم يرجعوا بيروت ويوقفوها على إجريهم، على أمل أنه نرجع نشوف بيروت اللي نحنا منحبها، وسط بيروت يلي منعتز فيه ويلي منشوف حالنا فيه ويلي مننقل صورته لكل العالم الخارجي. للأسف هلأ عم ينزف، إن شاء الله نقدر نرجع نعمر هيدي المنطقة ونرجع نقعد فيها كلنا سوا، لأنه نحنا بدنا نقعد كلنا سوا، ما بقى تفرقوا بيناتنا، لأنه نحنا ما عنا مشاكل بين بعضنا، أنتم مشكلتنا، فلوا وتركونا نحنا نهتم ببيروت تبعنا. عن جد مثل ما قلت يا زينة، فلوا وتركونا نلملم حالنا بحالنا، وأنا أكيد أنه بيروت رح ترجع تعمر بناسا وبالأهل اللي بحبوها وبحبوا هالوطن وبحبوا هيدي الأرض بهالجهود اللي نحن عم نشوفها وكنا عم نشوفها مبارح، ولازلنا يعني من قلب مجروح من ناس تدمرت بيوتها، ما عم بتفكر بحالة، عم بتفكر دايما بغيرها، كيف بدها تساعد خيا الإنسان، كيف بدها تساعد هذا المحتاج. نحن رح نرجع نعمر بيروت، مش هن، صدقيني يا زينة، وهيدا الأمل كتير كبير وما في شي رح يكسرنا. صحيح نحن مدمرين ونحن ميتين من جوا، بس هيدا الشي ما بيوقفنا. نحن شعب بيصمد قدام أي مشكلة ممكن تواجهنا لو تدمرنا ومتنا من جوا، بس شوية وقت، بس اعطونا شوية وقت ورح نفرجيكم العجايب. إيدنا بإيد بعض، صدقوني رح ترجع تعمر بيروت وتصير أحلى من قبل. مثل ما قلت لكم بالأول أنه نحن الدولة، لأنه نحن عم نتطلع ببعض، ما حدا عم بيتطلع فينا ومش بحاجة لألكم أصلا. الأرقام عم بتمر أمامكم على الشاشة، في
فيكم تتواصلوا معنا مثل ما قال ميلاد بالأول، عبروا عن غضبكم، ما تخلوا هيدا الشيء جواتكم لأنه هيدا بيؤدي لمشاكل كتير لبعدين. لأي شخص حابب يتواصل معنا، الأرقام موجودة على الشاشة، لأي شخص ممكن يقدم مساعدة لهالأشخاص اللي بحاجة لسقف يقوية أو بحاجة لمساعدات عينية كمان. الهوى لألكن اليوم، اليوم صباح اليوم لألكن، لكل شخص منكم، لكل مواطن لبناني مجروح وموجوع، عبروا باللي بدكم ياه، الهوى هواكم. ساشا كمان خليني يعني بدي اتوجه بأحر التعازي، يعني فوق مصيبتنا مصيبة، صار عم نسمع أسماء شهداء كل يوم كل يوم كل يوم، لشهيد القوى الأمن اللي سقط مبارح ببيروت. وبدي أقول لهالكم فرد إذا صحت التحقيقات وصح سبب الوفاة، مش لأنكم من الناس، يعني بحق لكم تعملوا اللي عملتوه مبارح، لأنكم ما بتفرقوا أبداً عن السياسيين اللي عم نتهمون هلأ بالإجرام. أنتم مثلكم مثلهم مجرمين بس بغير مكان، سأبتوا أنه بغير مكان. هيدا الشاب عنده أهل، عنده أم، هيدا شاب ينرفع الرأس فيه، هيدا ولد من أولادنا، خي من إخواتنا. البدلة اللي لبسها هيدا الشاب بتسوى كل واحد منكم ومن الجريمة اللي عملتوها. اوعى تفكروا انه نحن عميان وغنم وماشيين ورا اشياء ما منفرق الصح من الغلط. مين ما كان، لو امي عامله الجريمه كنت انا على الهواء عم بقولها نفس الشيء لامي، ما منفرق. فتحيه اجلال وتكبير ومحبه لروحك لانك فديت الوطن مثلك مثل كل الشهداء اللي سقطوا ببيروت. ساشا كانت عم تحكي عن الأمل، وزينة كانت عم تحكي عن الأمل، ولو ما الأمل ما كنا عم نتنفس هلأ. نحن عايشين كرمال هالأمل. خلينا نشوف سوا هالفيديو. شمعة الأمل يلي ضويتوها منا افتراضية بس، هي أكتر مما تصورتوها. هي مساهمة وتبرع مجاني، شوي من وقتك مشي تاني. انتو بتقدموا قصصكن وكلنا منضوي شمعتكن، وكل ما كترت الشموع المضوية أحلام وأمانة منحققها شوي شوي. شاركونا قصتكن لنضوي شمعتكن. معنا شاكر عبر الاتصال او الزوم، نضال زوم معنا. شاكر صباح الخير. شاكر صباح الخير ساشا وكارينا، ودي على التعزية لبيروت لكل لبنان لكل انسان. امبارح كنت مع مدام راغدة درغام اللي تأثر بيتها بغرب وجه الفور، وقالت لي شيء حابب شاركه اليوم عن طريقكم. قالت لي انه هولي كارتيل، هولي عصابات، وأكبر العصابات مثل إسكوبار إجي نهار. فخلينا ننطر أملنا هو بهالنهار اللي هالكارتيل بتصير كارتيل إسكوبار ومننهيها. ولبنان deserves better، من شعب deserves better لشعبه، deserves better لتاريخه لحضارته. فإن شاء الله يجي نهار والشعب اللبناني ينتصر على الكارتيل تبعه، على العصابات تبعه. إن شاء الله أكيد. شاكر حسب ما كنت عم شوف الموقع الخاص فيك على الإنستغرام، كتبت شغلة إنه أنت فقدت الأمل كنت ببيروت، بس صار يمكن شيء معين بعد ما شفت هالعالم كيف تجمعت على بعضها وساعدت بعضها، وعى فيك رجع عن جديد هالأمل. كاندل أوف هوب لبيروت، خبرنا أكثر عن هالمبادرة اللي أطلقتها. أول يومين من الجريمة اللي ارتكبت بحق بيروت أكيد كلنا خسرنا الأمل، وأنا ساعدت إنه كنت بأوتيل ببيروت تأثر، فأخذنا شخص على المستشفى. بالمستشفى لما كنت عم شوف الشعب اللبناني عم بيمشي بجنازته، بجنازة فرض عليه مثل ما قلنا كارتيل، هولي عصابات، منهم حتى سياسيين أو طبقة حاكمة، ما فينا نقول هالحكي. قتلوا الأمل حتى مني كزائر بلبنان، كشخص لبناني الهوى يعني. بس لما شفت الشعب اللبناني نازل على الطرقات وعم بي
واقف ايد وحده وما همه ما همه الوسخ السياسي اللي كبوه عليه ل 30 سنه، ما همه الطائفيه الوسخه اللي جابوها بقلب كل زاويه من لبنان. هيدا رجع الامل، هيدا هو الامل. الامل هو الولد اللي في مثلا وجه له تحيه صوفيا فخري ست لبنانيه تهدم البزنس تبعها ثاني يوم كان الاوتيل تبعها واقف على اجري. هيدا الامل، هيدا الامل من كل امراه، من كل رجل، من كل طفل لبناني. فالتطبيق تبعنا كاندل اوف هوب هو للعالم يضوي شمعة للبنان اليوم لبيروت، وياخد هالثانية عن جد نقدر الشعب اللبناني بصموده اليوم. وبعتذر من الشعب اللبناني لأنه انتهى بإيدان هيك عصابات. إن شاء الله بيجي نهار ونتخلص من هالعصابات سوا. شكراً شكراً شاكر، يعطيك ألف عافية. أنت على طول بتفكر تعمل هيك مبادرات تعطينا هيك شوية روح. بدنا نرجع نذكر بأرقام التليفونات اللي عم تمرق قدامكن على الشاشة مشاهدينا لنتشارك نحن وياكن وجعكن، لأنه مش صحي أبداً أنه تتركوا هذا الوجع عم يأكلكن من جوا. لازم تطلعوا لبرا، لازم تحكوا، لازم تعبروا. وبعرف انه يمكن اوقات يعني اذا نحن بنشتغل شغله فيها حكي كثير ما قلنا نفس نحكي، بعرف قديش انتم كمان يمكن ما عندكم نفس تحكوا، بس لازم نتشارك نحن وياكم. رح ننتقل هلا لعند الزميل غادي بموسى. غادي بموسى صح؟ نعم. ميلاد. ميلاد عفو. أوكي. اوكي عند ميلاد. يو. ميلاد وين صرت انت هلا بالتحديد؟ كارين وساشا مثل ما قلتوا انا بالكارانتينا، انا بالكارانتينا بعدني. الناس وعيت الصبح عم بتلملم، عم بتحاول تصلح، عم بتحاول كمان تفهم شو يلي صار، عم بيحاولوا يعني بالشارع عم بيحاولوا حتى يسالوا بعضهم اسئله لوين رايحين. توني قرب لعندي، توني بيقولوا له مختار الحي لانه بيعرف الكل، مش مختار رسمي بس مختار الحي. توني أو أول شيء أنت ما كنت هون لما صار؟ لا كنت بشغلي أنا فرن الشباك. سمعت قالوا أنه طلع انفجار، وبلحظة سمعناه بفرن الشباك وهر الإزاز تبولش المنطقة كلها هون هرت. الأضرار هون مبينة طون كبيرة. قل لي لطالما بتعرف الحي بتعرف الكل، يعني وصف لي الوجع يلي شو بدي لك وجع يعني. وصلت على الحي لهون ما بتسمع غير صريخ صريخ وعيط وعالم منبشتلي، ما حدا عارف مين، ما حدا عم يرد على حدا. يعني اللي ولده مش عم بفتش عليه، مش عم بيقدر يعرف انه شو بده يعمل له. لفي يعني دبش بالحجر الحياه، شفت الدبش كله كان السيارات فيها تفوت، الامبيلانس فيه يفوت ولا شيء. في منهم الامبيلانسات وقفوا برا ويحملون حمل لبرا اخذون. جيت طلعت على البيت، يعني شو بدي لك، ما في بيت، بيت ما في بيت. سيارتي يا حية قلت لك أنا سيارتي. ايه السيارات واضح يعني مع ضربين السيارات. محمد رح يفرجينا الصور. على كل حال طوني الحي واضح انه كيف متضرر بشكل كبير. هلا تنظف الحي هلا، امبارح صرنا جمعة نشتغل فيه نظفناه، والبيوت يعني شلنا الركن بس الخراب موجود. بقى في حيطانة تهبطت، في بيوت من السقوفية من فوق لتحت نزلت فيها السقوفية، بتفوت على بيوت ما حيب. شي بوجع لك قلبك يعني. الله سيد عالم. بدي اقول لك شغله، يعني اهلنا اللي عملوا لنا اياه بخمسين سنه نحن ما فينا نعمله، بقى صرنا بعمر ما فينا نعمل اللي عملنا اياه. قلت لي 50 سنه راحوا بلحظه بلحظه، كل واحد عنده بيته قاعد مستور، يعني عايش انه هو بيته عايش، هو عائلته عايش، انه ما عباله شيء، مرتاح بيشتغل ويقول كفي الله كفي وكل شيء. بلحظه ثواني، مش يعني مش دقيقه، ثواني حياتك صارت متت، راحت بيتك، في ناس انكبوا من شبابيك، في ناس طاروا، في مرة بتحكي فاتت ضربها الحجر الفجر فتح راسها اثنين تحت، حرام اسمها تريزا الله يرحمها. طيب توني. نعم. كل اللبنانية اليوم يعني بكينا كثير هالثلاث ايام. نعم. ونوجعنا كثير، وجعنا كبير، وبس بكينا كثير قبل صح؟ من وقت الحرب ونحن بنبكي. بعد ما ارتحنا. طيب. بعد ما ارتحنا من اول الحرب، من ال 75 هلا بعد ما ارتحنا، كل ثلاث اربع سنين بيعملوا لنا قصه، يا ببعضهم يا بيشتغلوا بالعالم. شو لازم نعمل يا طوم؟ انت مواطن لبناني وانا مواطن لبناني، نحن اثنيناتنا تعبانين ونحن اثنين. انت قلت لي قبل ما بدي احكي سياسه. بدك تغير، بدك تغير. كيف بنغير؟ بدك تغير، فيك تغير او بنسافر خي. يعني شو بدهم فينا يعني؟ بدهم يعني نسافر؟ خلينا نغير، كيف بدنا نغير يا طوم؟
إذا أنا وحياتك أنا عندي ثلاثة بأستراليا صاروا كل مرة اليوم حكياني خيي قال لي طاع قلت له ما بدي فل طيب توني بدنا نغير خيي يعني عندنا منظومة ما لنا مزبوطة بهالبلد منظومتنا ما لنا مزبوطة في إشي مزبوط في شيء متفلت شيء مش شيء مش متفلت في شيء ما بعرف في شيء مش مزبوط يا هل نحن من سائين لبرا من ايدين من برا عملاء لبرا عملاء لجوا بس نحن بلد منا مرتاحين يا خيي اجا الفرنساوي بتلاقي عايش مرتاح الامريكاني عايش مرتاح ببلاده كلهم عايشين مرتاحين ليش نحن بدنا نكون غير شيء عن العالم خيي لبلاد شعبنا متعلم شعبنا مسقف شعبنا من احسن شعب عايش واطيب شعب بالعالم وكل شيء ليش طيب ليه بدنا نكون غير شيء عن غيرنا نحن الحمد لله على سلامتك توني الحمد لله على سلام ناس رح نحاول كمان بعد شوي نطلع نزور بيوتكم تنشوف كمان الوجع هيك عن قريب رح نحاول نحكي العيال رح حاول فوت لعندك لأنك مبين من هون الغصة رندا رح نرجع على الاستوديو لعند ساشا ولعند كارين ورح أبقى أنا هون بهالحي لحتى نحكي أهالي الحي ونشوف يلي صابن بهالوجع الكبير يلي صاب الوطن كله أكيد يا ميلاد ورح ننقل الصورة لكل المشاهدين بالمناطق المتضررة ومننا الجميزة ورح ناخد اتصال من أحد المتضررين بهالمنطقة ألو 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 صباح الخير أنت معنا على الهواء أو أنت ألو أوكي يبدو أنه انقطع الاتصال أصلا في مشكلة كتير كبيرة بالاتصالات وبالإنترنت الله يعين هالشعب عن جد رح نروح لدبي هلا كارين مع سوسي وارتانيان سوسي يعني اللي ما بيعرفها شخصي بيعرف انه سوسي صحيح هي مغربه وعايشه بدبي بس سوسي عندها تعلق كثير كبير بالوطن ودائما مثل ما بيقولوا بتعطينا كانت امل بكل الحلقات بصباح اليوم رح نشوف اليوم كيف وصل لها الخبر وصرختك يا سوسي اكيد على الهواء انا بصبحك بالخير سوسي صباح الخير لا ما بدنا اياك تبكي ما بدنا بعرف سوسي يعني اللبنانيه بكل العالم بكل ارجاء الكره الارضيه متاثرين ونوجعوا كانهم كانوا موجودين حد الانفجار ومش بس اللبنانيه يعني نحن شفنا على عبر السوشيال ميديا كل العالم تأثرت وكل العالم وجعت وكل العالم بكيت ما بقى في شيء بيتخبى مثل أيام زمان كل شيء صار مفضوح وكل شيء صار بينشاف عبري عن وجعك شو في بقلبك قولي شو بدنا نحكي كارن يعني بونجور ساشا بونجور ما بدي أقول صباح الخير لأنه ما بعرف قديش في خير بلبنان بدل ما نكون هلأ موجودين ببيروت بالصيفية ننبسط ونجمع هالعالم اللي منحبه ونجتمع حواليهم للأسف مثل كل مرة عم بيقتلونا مثل كل مرة عم بيخونونا عم بيفقرونا عم بيجوعونا ما بعرف شو بعد فيه نحن مش مبسوطين إنه مغربين حتى بغربتنا عم بيخونونا نحن مش مبسوطين بس لو في كان في دولة وفي رجال سلطة مثل ما مسمين حالهم نحن ما كنا مغربين شو بدي أقول يعني مثل ما قلتي كارين الاتصالات اللي عم تجي مش من اللبنانيين بس اللي عم تجي من كل الأقطار العربية عم يدقوا عم يبكون من الكويت ومن السعودية ومن قطر شو كيف فينا نساعد شو فينا نعمل بالوقت نفسه السياسيين مبارح وأزلامهم وجمهورهم عم بيشمتوا باللي صار كم مرة بدكم تقتلونا قتلتونا مليون مرة مبارح على تويتر عم بقرا كيف نحن مقسومين ما بقى نضحك على حالنا ونحن شعب واحد ونحن الوحدة الوطنية والعيش المشترك مش موجود والله مش موجود إذا بتفوتوا على تويتر بتشوفوا العالم كيف عم تشمت بالميتين كيف عم بتقول إن شاء الله بتصير ببيروت أكثر وأكثر أي وحدة وطنية نحن ما في وحدة وطنية هيدي خلصت هاي الوحدة الوطنية بتصير لما كل هالزعمة وأزلامهم التابعين للدولة كلهم يعني كلهم ما بقى هيدي كل ما ننزل مظاهرة بيعملوا لنا فيها ما نزلوا أزلامكم ومش كلهم لا كلهم يعني كلهم هو العالم اللي نزلت امبارح هو عالم عم تموت كل يوم هو عالم في ناس شو يعني خلي واحد منهم هون عم بيحكوا يحس إنه في حدا من أهله مات أو تضرر أو صار شيء شو كان صار فيه كان بعده عم بيقول مش كلهم يعني كلهم شو بدي أقول يعني إذا بتشوفوا يعني ما بقى في شيء ينحكى نحن شعب ما بعرف شو بدنا شو الحل ما بقى حللنا كتير وعملنا كتير وطلعنا ونزلنا كتير
ما في، ما بعتقد في حل بلبنان غير انه هالطبقة الحاكمة انها ما بعرف تموت مثل ما هني عم بيدعوا علينا. نحن لازم ندعي عليهم، بس نحن مش من شيامة، مش من اخلاقنا مثلهم انه ندعي. نختار مين بدبي تحديدا؟ انا اذا بدي احكي، العالم عم تبكي مثل يعني ما بعرف اذا في بعد امل انه نحن نفكر انه نحن ننزل على بيروت، اذا في امل. هالمساعدات اللي عم تجي، انا كنت بدي احكي عن المساعدات والعالم كيف عم بتحاول باي طريقه انه تساعد اللبنانيين غير اللبنانيين، كلها مبادرات فرديه. ان شاء الله مفكرين الزعماء والسياسيين هالتبرعات كرمالهم، لا، هذا كرمال كل لبناني مغترب عايش برا ورافع اسم لبنان. هالمساعدات لإلنا للشعب، مش لإلهم، مش لأنه هو في وزير خارجية يمثل لبنان ولأنه في وزيرة عدل. فإنها بدل ما نحكي عن وزراء العدل والوزيرات اللي عم بيمثلوا الحكومة، خلينا ما نحكي وخلينا نضمنا ضمن الأداب أحسن ما نحكي قصص ما لازم نحكيها على الهواء. فهالمساعدات عم تجي كرمالنا مش كرمالكن، ولا كرمالكن ولا كرمال القصص اللي عم تعملوها للبنان. ما شو بدي يحكي الواحد يعني. بدي اقول لك شغله، في شيء حتى صراحه بدي اقول لك شغله. انت حكيت عن موضوع كثير مهم هو الانقسام اللي صاير واللي فيك تشوفيه على تويتر. بدي اقول لك شغله، انا ما بلوم العالم الحاقدين والميتين من جوا هالقد، والغنم الزعيم. انا بلوم الزعيم لأنه على صورته بيكونوا أغنامه. فلما عندك زعيم، لما بيكون عندك رئيس جمهورية، مع احترامنا له ولمقامه طبعا قبل ما يصير كارثة كرمال المقام، بيطلع بيقول إيه أنا كنت عارف بس هي تراتبية. هاي لوحدة جملة تمحي طبقة سياسية بأكملها. لو نحن ببلد بيحترم حاله، لو نحن عنا طبقة حكامة بتحترم حالها، في تراتبية. أنا رح بكرة أقول له لبيا لألكسندرا بعتذر منك، في تراتبية. رح أقول لكل الشهداء وأمه لجوع عقيقي بعتذر منك مدام، بس كان في تراتبية. أكيد أنا ما عم حمل بس الرئيس المسؤولية، لأنه أنا مني سخيفة هالقد أني بس حمله لقله، بس هاي كلمة ما بتنقال فخامة الرئيس، ما بتنقال. وقفت على الكلمة يا كارن، وقفت على الكلمة. عم بيقتلونا ونحن واقفين عم نتفرج. ما الكلمة ما عاد تنفع، عم بيعمل. ومش بس هي الكلمة، صار هي النوايا كمان. هيك النوايا، بدهم إيانا نموت، وكل اللي حواليهم بدهم إيانا، ما فرقانين معهم، عم بيضحكوا على وجعنا. البعض عم بيضحكوا على وجعنا. البعض عم بيقول إنه على السوشيال ميديا على وجعنا وعلى اللي ماتوا وعلى بيروت. شو بعد في أكتر من هيك؟ بدهم مغفلين، شو بدهم بعد؟ أهلنا صاروا أهلنا، نخاف على أهلنا بوطننا أكتر من هني عم بيخافوا بتغربة علينا. المعترف كان إنه الأهل كانوا ماما تدقلها لماما اللي ما تيجي على بيروت، ما تيجي. صرنا نحن عم نخاف على أهلنا بعد ما هني كانوا غربونا وكانوا يخافوا علينا. شو بدي شوف لما يشوف دول، لما يشوف دولة مثل دبي وكيف تحترم مواطنين، وكيف تحترم اللبناني بشكل خاص اللي رافع اسم لبنان، وتشوفي كيف الزعمة تبعنا وأزلامهم عم بيتعاملوا معنا، شو بيحكي الواحد؟ ما بقى في شيء كريح. أنا بالنسبة اللي بعتذر أقول ما عندي أمل بلبنان. الأمل بارح نزلوا على المظاهرات عم بيخونوهم. سبقتيني على السؤال سوسي، انه البعض بيعتبر انه هيدي المرحله لازم تكون نقطه تحول للبنان وانطلاقه جديده للبنان، بس مثل ما قلتي يمكن ما في امل وما بقى في شيء ينحكى بعد هيدي المرحله، لانه هالمرحله بتصور كانت مدمره للكل. شكرا لك سوسي وارتانيا، الحمد لله على سلامه كل عائلتك الموجودين هون بلبنان، وان شاء الله بنشوفك بايام احلى سوسي. شكرا لهالمداخله. رح ننتقل عند الزميل غادي بوموسى. غادي، كارين وساشا، بدي صبحكم بالخير، صبح ايضا المشاهدين الجديد بالخير. نحن صرنا موجودين بالاثناء بالجميزه، شارع مار مخايل الجميزه، يعني مثل ما
ختمته بأنه يمكن ما عاد في أمل. هالناس اللي موجودين هون عم بيأكدوا يمكن رغم وجعهم رغم ألمهم أنه الأمل الوحيد الباقي هو التضامن بين الناس، لأنه يعولوا على الدولة ويعولوا على المسؤولين. هيدا أمر صار خارج حساباتهم نهائيا. هالأشخاص اللي عم بيتطوعوا متطوعين ومتطوعات صار لهم من لحظة وقوع الانفجار حتى هذه الساعة عم بيقوموا بعمليات تنظيف، عم بيقوموا بعمليات رفع ردم، ومثل ما بنقول انه عم بيحاولوا قد ما فيهم يعيدوا الملامح، ملامح بيروت، ملامح مدينتهم يلي كانت عليها قبل الانفجار الأليم بالرابع من آب. عم تشوفك ايضا رفع بهذه الاثناء لكل النفايات، لكل ايضا الاخشاب والزجاج وكل هذه الامور يلي شالوها المتطوعين والمتطوعات من داخل المنازل المنكوبه في الجميزة ومار مخايل. عم تتعاون البلديات وايضا في اليات لبلديه جوني حضرت الى هذا الشارع وعم بيقوموا بمسانده المتطوعين والمتطوعات ليقدروا كمان يشيلوا ويرفعوا النفايات والاخشاب و الزجاج من الشارع. لهيك شوي اللي مارق يخف عليه مشهد الدمار يلي عم بيشكل صدمة من وقت الانفجار لليوم. كل يوم نجي على الشارع وكل يوم الصدمة ما بتقل. هيدا الشارع المليء بالحياة، لهيك شو صار فيه. يعني اليوم كنت كارين عم تقولي عن الزعيم انه يعني هو بتحملين المسؤولية. كمان الناس هون بيأكدوا بانه بيعولوا على الناس، بيقولوا نحن عرفنا هالمسؤولين ما رح يتغيروا، لا رئيس حزب ولا مسؤول ولا نائب ولا وزير ما رح يتغير. وهن عم بيعولوا قد ما فيهم على الناس انه بقى هي تتغير، هي ما بقى تقله الزعيم، هي تخليه ما بقى يحس حاله اله بين الناس، ترجعه لحجمه. يعني هيك عم بيعولوا الناس، هيك عم بيركزوا انه على امل اذا الزعيم ما رح يتغير وما في امل يتغير، الناس على قليله بقى تتغير. يتعلموا من المشهد اللي عم نشوفه، يتعلموا من التضامن انه وقت وقت المصيبه ما حدا عم بيوقف حد بعضه غير الشعب، مثل ما عم نشوف هلا بالجميزه. وقت الانتخابات، وقت المصالح الانتخابيه، الكل بينزلوا عند الناس والكل بيوقفوا حد الناس والكل بيمسكوا ايد الناس. ولما نشوف في مصيبه ما حدا بيتحرك وما حدا بيقرب، بس بنشوف الناس من مختلف المناطق عم بيرجعوا لبعض، عم يمسكوا ايدين بعض وعم بيساندوا بعض، ان كان هون وان كان بعده مناطق متضرره من هالانفجار يلي مثل كمان ما قلت ساشا بانه بمحل معين دمرنا كلنا، لانه كان الامل الوحيد انه على القليله مدينتنا حلوه رغم التلوث ورغم الفساد ورغم الوضع الاقتصادي ورغم الكورونا ورغم كل هالامور. كان بعد في امل. اليوم شفنا انه حتى ملامح بيروت الحلوه بلشت تروح بسبب هالانفجار. وعم نتمشى بالشوارع وعم يكون في وجع عند كل حدا منا، عند كل مواطن لبناني. اليوم عم نرجع نأكد بأنه العمل بمار مخايل مستمر مثل ما عم نشوف، وأيضا بالمنازل عم يتابع الشباب والصبايا عملهم الدائم، تاركين كل شيء وهمهم مساندة كل شخص تضرر معنويا واقتصاديا بهالانفجار. وهلا بنرجع لكم لنتابع البرنامج. يعطيك العافيه غادي، شكرا لك وتحيه لكل المتطوعين. يعني كارين عن جد بركي منوعه بقى انه هالمسؤولين وهالطبقه الحاكمه الفاسده ما حدا عم بيطلع فينا. يعني اليوم هالبيوت المتضرره وهالشخص اللي تهدم بيته ما عنده سقف يقويه وما عنده هالشعب الجعان، اليوم مين بيعوض له؟ مين عم بيطلع فينا؟ بدي اقول لك شيء. امبارح نحن كنا على الارض ريماركبل عن جد. يعني شيء كنت عم بقول له لزوجي، عم بقول له شباب ما حدا بيعرف حدا ولا حدا بيعرف اصحاب البيوت، يفوتوا نحن وجوا بالخراب، شباب صغار 18 19 و20 هيدا العمر بمكانس بمجرير بسندويشات عم بيضيفونا. يعني بس بدي اقول لك اي شعب بالعالم على وجه الكره الارضيه بعد انفجار نووي بتشوفيه هيك؟ اعطيني شعب بده شي 600 سنه ليقوم، صح، ليظهر من بيته ليظهر من بيته بده 600 سنه. نحن ما بعرف ربنا، ما بعرف بتعرفي انا بقول ربنا بيعطي القوه وقت اللي بتصير هالقصص. وعن جد بركي بنتعلم اكثر انه مثل ما قال غادي انه بركي بالمرحله القادمه والانتخابات وكل هذا يعني نحن المسؤولية أكثر. يا رب نكون تعلمنا يا إن شاء الله رب. أكيد رح نروح لعند زينة زوزوي كمان لا تنقلنا الصورة من بيروت. زينة ساشا، عم بتقولوا أنت وكارين مين بده يطلع فينا؟ يمكن ما حدا رح يطلع فينا، بس نحن أكيد أنه رح نطلع ببعضنا.
الصورة بالجميزة بتكبر القلب، أشخاص مجمعين، متطوعين، جمعيات، أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عم بلملوا جراحهم على طريقتهم، عم بجربوا قد ما فيهم يقدموا مساعدات لإخواتهم اللبنانية المتضررين. رح بلش أحكي هيك معهم شوي لأسألهم. يعطيك العافية. عافية جيكي. عم نشوفك عم بتصب قهوة، خبرنا شوي شو هي الحملة اللي عم بتقوموا فيها هون بالجميزة؟ نحن قلنا سابع، نحن جمعية رام مصابين حر، حبينا نشارك أهلنا وأحبابنا ببيروت المنكوبة. جينا ما بنقدر ننظف طرقات ولا بنقدر نطلع عبينيات تنساعدهم، جينا بفنجان القهوة وقطعة الكيك ونقطة مي نوقف حدهم ونطيب خطرهم ونقول لهم نحن معكم. يعطيك ألف حافية. وأنتو شباب الحرب، قلت لي منصابين بالحرب وبعد عندكم أمل بلبنان، ورح تضلكم تشتغلوا لتوقف بيروت على إجريا رغم كل شيء. أكيد أكيد أكيد. نحن ما قدمنا هالتضحية وما راحوا شباب رفقاتنا شهداء كرمال نسلمن البلد، رح نضل مأمنين والبلد إلا ما يرجع لأصحابه. استلموا مغارة، عملوا نصوص نصابين نهابين، سرقوا البلد، بس ما رح نتركهم أكيد. يعطيك ألف عافية. عن جد ساشا الصورة بتكبر القلب هون، قدي الأشخاص عم يشتغلوا إيد وحدة، مثل ما قلنا أشخاص يمكن متضررين هن من وراء الحرب، يعني قدي الصورة عم ترجع تعيد نفسها. اليوم حرب من نوع آخر، بس بذات الوقت اللبنانية واقفين على إجريهم، عم بيقدموا الكيكس، عم بيقدموا القهوة للأشخاص اللي عم يشتغلوا على الأرض. مثل ما قال، يمكن نحن ما قادرين ننظف بس قادرين نشارك بعضنا أحزاننا وأفراحنا. رح أحكي هون كمان مع السيدة المسؤولة عن هالجمعية، خبرينا شوي شو الرسالة اللي بتحب تقدميها لكل الأشخاص حتى القاعدين ببيوتهم، شو بتحب تقولي لهم ليجوا لهون ويساعدوكم؟ بونجور. أول شيء يعطيكم ألف عافية، لكم كم يوم على الطرقات، الله يساعدكم والله يقويكم. نحن جينا اليوم مصابي الحرب اللبنانية للأسف لحتى نوقف حد مجتمعنا يلي رجع عن أول وجديد يعيش نفس المأساة والمنكوب. بس نحن مصابي الحرب قدمنا أرواحنا كرمال نخلص هيدا الوطن، وبيظهر إنه هيدا الوطن عليه إنه يدفع كل يوم الضريبة أكتر وأكتر. جينا اليوم لنقلهم إنه نحن واقفين حدهم، مستمرين نحن وياهم. امبارح قدمنا أجسادنا وأرواحنا كرمال هالوطن، ونحن هلأ ما لح نتفينا لحظة، نتأخر لحظة على إنه نرجع نقدم أرواحنا وأجسادنا كرمالهم. يمكن ما نقدر نكنس، يمكن ما نقدر نشيل ردم، بس نحن لح نقدر نضيف فنجان قهوة ونقدم كيك ونوقف حد ناسنا بهيدي المناطق. يعطيكم ألف عافية. جمعية رام إذا بتعملي معروف، نحن جمعية رام طعنا بمصابي الحرب، الحرب اللبنانية أكيد. كنا فكرنا أنه نحن بس لح نكتفي بهالقد من عدد المصابين، بيظهر أنه مصير هيدا الوطن وقدره أنه كل الوقت يدفع مصابين جديد، ونحن موجودين حد أهلنا كل تكة وكل دقيقة لنقدم أي مساعدة اللي كانت. نحن اليوم نزلنا لنقول لا للفاسدين، نحن اليوم نزلنا نقول لا للغير مسؤولين، نحن اليوم نزلنا للبني وطن مش وطن المغارة. يعطيكم ألف عافية. مثل ما قالت، نحن رح نضل نقول لا، ولو قد ما جربوا يسكتوا لنا صوتنا أو يمكن يقمعونا، رح نضل موجودين على الأرض، رح نضل واقفين كلبنانية إيد بإيد لنرجع نعمر كل زاوية من بيروت. ساشا شكراً. شكراً لك زينة. اسمحي لي ساشا يعني وجه تحية كتير كبيرة للإعلام اللبناني، الإعلام اللبناني اللي عم بيواكب كل شيء عم بيصير على الأرض من ثورة 17 تشرين وقبل كمان، من أول الحرب الأهلية لليوم. الإعلام اللبناني لعب دور كتير كبير بنقل الصورة وبنقل وجع العالم، وهلأ بالأخص من بعد كل شيء صار من وقت الانفجار لليوم. تحية لكل المراسلين الموجودين على الأرض بكل المحطات اللبنانية عن جد، والإعلام العربي كمان الموجود بكثرة على الأرض بلبنان. أنتوا صوت الناس، أنتوا اللي عم تحسوا بوجع الناس، أنتوا اللي عم تنقلوا الحقيقة مثل ما هي. تحية لكم جنود عن جد. يعني امبارح ساشا بالمظاهرة خفنا كتير على كتير زملاء كانوا موجودين على الأرض، في زملاء انصابوا كمان. صح صح. وعرضوا حياتهم كمان بالخط، بس لينقلوا الصورة. شغلة منا هينة أبدا. نعم. رح ننتقل عند ميلاد. رح نروح لعند ميلاد كمان لنشوف الصورة. هلأ وين أنت يا ميلاد؟ أنا بعدني بالكارانتينا، أنا ببيت العم مسعد ورندا، بس بدي أنقلكم شغلة صارت هاللحظة. نحن وعم نحضر لنحكي مع العم مسعد ومع رندا، طلع صوت مفرقعات نارية
وصوت لسيارات الإسعاف، يمكن هالسيارة عم تنقل أحد الشهداء ومن يلي توفوا بالجريمة. الحالة اللي عاشتها رندا بهيدي الثانية بالذات، رندا بليز قربي لعندي. الخوف اللي عاشته رندا بهلأ بهاللحظة، أنا برأيي كفيل، يعني كفيل بأنه يقولوا إنه إحنا كلنا منا بخير بهاللحظة. رندا نسي شو اللي صار بهاللحظة، شو اللي صار فيك؟ هي الفوبيا اللي عم نعيشها بعد ما صار هيدا الانفجار. صار عنا خوف عطول متواجد ومتلازم معنا، يعني عم نسمع حيلا شيء عم ننقز، إذا بينزل حجر بالغلط عم ننقز، عم بيزبطوا الأشياء ببيوتهم عم ننقز، راحت أعصاب. بدك تفلي هلأ بهيدي السنة؟ إيه بدي فل، لأنه مش مستعد موت، لأنه كان شيء كتير فظيع يلي عشناه من 3-4 أيام. يعني أنا كنت مني بالبيت وراجع، يعني لو كنت بالبيت كنا متنا، يعني لو أنا وبابا بالبيت رحنا متنا. الحمد لله بالرزق ولا بصحابه، بس اخترب بيتنا. يعني عم بتصور وشفت ما في شيء بالبيت. رندا منا بخير، منا بخير، البلد كله منه بخير. ما لما السياسة والمسؤولين منه بخير، الشعب ما رح يكون بخير. كيف برأيك منكون بخير؟ نحن عناينا كتير، شو لازم نعمل؟ إذا في نظام صح نحن منصير بخير، بس هيدا الطبقة السياسية اللي نحن حكمتنا هي منا بخير، فنحن منا بخير. ما بحكي كتير سياسة، ما بفهم، بس اللي صار هول الأربعة أيام كفيلي قلنا إنه نحمل حالنا ونفل. تعرفي رندا، بس بدي كمان أنقول للمشاهدين شغلة، التقيت بكتير ناس بالحي قولوا لي على الهوى ما بدنا نحكي لأنه بيجوا لينا. لا رح أحكي. لا مش أنت، وما بدي أجبرك تحكي شيء ما بدك تقوليه، بس أنا اللي عم أقوله رندا إنه حتى عنا خوف من إنه مرات إذا طلعنا صوتنا وقلنا الشيء اللي ببالنا إنه نرجع نتحاسب عليه، وهيدا الشيء يلي حكمينا هني وصلونا عليه، صح؟ مظبوط مظبوط، هن اللي وصلونا لهيدا الخوف اللي نحن عايشين فيه. يعني فلينا من بيتنا، رحنا كل حدا اتوزع بمطرح، شيء عند إخواتي، شيء عند، يعني الحمد لله العالم عم تحملنا، بس صرنا متشردين ولاجئين ببلادنا. عم اسعد سلامة قلبك وحمد لله على السلامة. على سلامك ماشي. وين كنت وقت لحظة الانفجار؟ أنا بهاللحظة دغري كنت عند خيي هون بعرس الشارع، يعني وصار الانفجار، ما شعنا شو اللي طلع من الأرض البيت وشو اللي نزل علينا من فوق، الغبرة والردم، ما قدرنا مشينا لا بقلب البيت ولا بالطريق أبدا. وصلت لهون عم بمشي على إجر ونص لأنه منصاب بإجري. كانت أول مرة بيتضرر هالبيت عم مسعد؟ أول مرة بيتضرر بهالطريقة هاي بهالقوة هاي. وقت الحرب كنت هون؟ كنت عند الأحداث. وقت بالأحداث؟ إيه كنت هون، إيه كنت هون، بس كنت عايش ويلات كتير يعني. كتير كتير، إيه كتير. طب أقولك ليش بعد ما تعلمنا، ليش بعدنا عم نرجع نكرر نفس القصص؟ مش عم بيخلونا نتعلم، نحن تعلمنا وإن شاء الله يا ربي إنه القصص اللي مرقت علينا ما تنعاد، إن شاء الله ما تنعاد. بس شو بنعمل نحن؟ مجبورين نقعد بيتنا هون، ومجبورين وين ما إنه نضل، وين بدنا نروح؟ طيب وين نروح؟ أنا بحكي بعكس اللي قلته بنتي رندا شوي، يعني مش كتير عم تقول مش بتأمل خير. أنا لا بتأمل خير إن شاء الله. المسؤولين مش مسؤولين، الناس محتارين مع مين بدهن، مين بدهن يعطوا أصوات، الناس محتارين مع مين بدهن يمشوا، بمين بيوثقوا. أنا بس بقول ما زال في الله نتأمل خير. الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك، وهيدي دمعتك غالي كتير علينا. شو بدي أقول لك؟ أنا ما بعرف شو بدي أقول لك، ولا بعرف كيف بدي وسيك، ولا أنه أنا حزين مثلي مثلك والآن مثلي مثلك وخفان مثلي مثلك، بس بفهم دمعتك لأنه أنت أكبر مني بالعمر وقضيت كتير وقطع عليك كتير، ومثل ما قلت عم تتأمل أنه بالفرج. بس مثل ما قلت يمكن نحن علينا كمان واجبنا نغير، ما بقى نعيد نفس التجربة، صحيح؟ أكيد أكيد، إن شاء الله ما تنعيد، إن شاء الله بقول فنذكر ما تنعيد إن شاء الله يا رب. سلامة قلبك عم بس. وأنا بشكر ربي أكتر شيء بكل لحظة إنه بنتي رندا ما كانش بقعد بالبيت، ولاد بنتي صغار ما كانوش هون، بس الحمد لله على سلامة.
لأنه كل يوم كانوا يجوا لهون يقضوا النهار والأيام هون كل يوم بنت بنتي ولد بنتي صغار نشكر الله مكانه شو بنتي رندا منيح المكانة نشكر الله الحمد لله الحمد لله صرنا بيتنا رح نعمل غيره الحمد لله ناس خسروا بيوتهم وخسروا عيالهم وولادهم رح شوف جارك رح روح عند جارك لأنه كمان جاركم عندهم طفلين بالمستشفى سلامة قلبكم سلامة قلبكم يعني والحمد لله على السلامة محمد بس إذا بترافقني الوجع كتير كبير عن جد والناس عم بتحاول إنها تزبط بيوتها ما تنطر مرحبا الحمد لله على السلامة يعني عم شوفك من الصبح عم ترتب قد ما فيك شو بدنا نعمل قل لي شو بدنا نعمل عندك انت جريحة طفلين ببيات اتنين صغار وين اني هلا بي طلعنيهم على الجبل لا قد ايه اعمارهم الطفالة سنة وثلاث شهور كانوا هن وامهم هون هن وامهم وبيون وبيون وانصابوا وانصابوا يلا كتر خير الله صحتهم منيحة يعني طلعتون على الجبل ما احتاجوا مستشفى امي مجرحة شوي مقطبة والولاد ازاز بايديهم كلهم طفالة وانت هلا شو عم تحس؟ شو عم حس؟ قلو شو عم حس؟ تعتير تعتير فوت فرجوا مطبخ بعرف انه الدمعة بعيونك دمعتك بعيونك وواضح عن قد ما فيك عم تكبتها يلا مش الحال مش الحال قديه صار لك عايش بهالبيت؟ قديه صار كون هون بالحي؟ يعني صرنا هون شي 4 سنين هون مستاجرين جديد ابني يعني انا بيو انا بررت المنطقة وكنت من 75 انا هون بالمنطقة ومش الحال شو بدي اقول لك اقولك مش الحال ليش بعدنا عم نقول مش الحال ما هو منو ماشي بده يجي على اضرب اللي جاي اضرب خيفين من الاضرب ايه اكيد شو فيك تعمل بقى خلاص انتهينا حاجة عنه ثورات بقى الله يبقى بلا ثورات وبلا برد يا ثورة الدم يا بلاها احسن وانتهينا يعني ما حدا قال لكم اياها بعد انا ميلاد يا ثورة الدم يا بلاها يروحوا يقعدوا ببيوتهم الثوار كلها يا يعملوا ثورة الدم يا من موت يا من عيش وانتهينا شكرا الحمد لله الحمد لله على سلامتك محمد اذا فيك شوي تاخذ اللقطات ورح نرجع لعندكم للاستوديو يعني الحمد لله على سلامة كل الناس يلي نجيت من هالكارثة يا ميلاد مثل يعني ما عم نشوف هالبيوت يلي مثل ما قلت لكم عم نشوف بهالصورة يا ميلاد يعني صدمة ورا صدمة صدمة ورا صدمة هيدا الشيء قديه مدمر لقلنا كارين لهيك اليوم خصصنا مساحة عن الصدمات أو التروما مع دكتور ميشيل نوفل رح يفيدنا بكل التفاصيل ومثل ما قالت رندا مع ميلاد إنه بس سمعت شوية فرقع خافت وصار عندها هيدا الفوبي يمكن من هيدا الموضوع رح نتناول دكتور ميشيل نوفل ساشا بس لنعرف عنه شوي هو معالج نفسي وطبيب نائب رئيس جمعية علم النفس بالشرق الأوسط صباح الخير دكتور يعني بدنا نحكي عن الصدمة نحن مش منيح الشعب اللبناني مش منيح النيرفس سيستم تبع جسمنا الجهاز العصبي تبعنا مضروب على الآخر خبرنا عن المراحل هل نحن بعدنا أول شيء خلينا نعرف شو هي الصدمة نعم مجور مرحبا أول شيء بحب أعزي كل أهل الضحايا محسنيهم وبتشكركم لاستضافتي لحتى أحكي عن موضوع الصدمة لأنه في عدة أنواع صدمات ومش كل الصدمات هن مثل ما كثيرية الناس بيسمون PTSD أو Post Traumatic Stress Disorder هيدي حسب المراحل وحسب مستوى العوارض بتفرق التسمية وبتفرق التشخيص نحن هلأ بمرحلة قلنا تقريباً 3-4 أيام من بعد هذا الانفجار الكبير يعني نحن بعدنا بأول 3-4 أيام بنسميهم هيدي المرحلة الحادة أو ردة فعل الحادة للستريس بعد ما فتنا بمرحلة التروما اللي هو البوست تروماتيك ستريس ديسوردر بهالمعنى طبعا الصدمة لما يكون لها تحت 3 أيام بيكون بعد ما اسمها أكيوت ستريس ديسوردر الأكيوت ستريس ديسوردر هي المرحلة اللي بتبقى أول شهر نحن بعد ما تخطينا أول شهر لحتى نحكي عن البوست تروماتيك ستريس ديسوردر أو اضطراب ما بعد الصدمة عادة بدنا ننطر 30 يوم لحتى إذا العوارض بقيت
تنسمي الاضطراب ما بعد الصدمة. هلا مش معناتها نحن منا تحت صدمة، نحن تحت صدمة حادة acute stress response أو acute stress disorder بالوقت الحاضر، اللي هي عوارضها كتير بتشبه العوارض تبع البوست تروماتيك ستريس ديسوردر، بس في لها مستويات مختلفة، في بعض السمات مختلفة عن البوست تروما اللي بيصير إذا الشخص عوارضه ضلت أكثر من 30 يوم. نعم. شو هن العوارض يعني؟ شو هن العوارض يعني؟ كيف نعرف حالنا إذا نحن مصدومين أو لا؟ كيف بنعرف حالنا إذا نحن عم ننهار أو عم نعمل انهيار أعصاب أو لا؟ أكثرية الأشخاص بيسكلي بيقطعوا بالمرحلة اللي نحن فيها هلأ، اللي هي الأكيوت ستريس ديسوردر فيز، اللي هي أول شهر. بس مش كل الناس توصل لمرحلة البوست تروماتيك ستريس ديسوردر. شو يعني؟ يعني أكثرية الناس بتقطع باللي نحن عم نقطع فيه هلأ، اللي هو انزعاج نفسي، تقلب بالمزاج، تخربط بالنوم، نقزات مثل ما عم تحكي كانت ستراندا من شوية، بحس حاله الواحد دايما ناطر أنه بركي يحصل شيء، تشاؤم، بيبقى الشخص عنده نوبات هلع أو بانيك أتاك، سرعات قلب سريعة، تعرق، ضيقة نفس، أوجاع معدة، أوجاع راس. هول العوارض اللي أكثر شيء منشوفها. بيبقى الشخص أوقات يمكن بركة حتى ذاكرته ما بتكون كتير منيحة، طريقة تفكيره منه كتير منطقي، هالعوارض المعرفية الإدراكية اللي بتبقى مخربطة. نعم. إذا هالعوارض ضاينت أكثر من 30 يوم فوق الشهر، ساعتها الشخص ما تخطى المرحلة الحادة وفات باللي ما يعرف باضطراب ما بعد الصدمة أو post traumatic stress disorder، اللي هي أقلية الناس تقطع فيها، تقريبا 20-25% من الناس بيفوتوا بهالمرحلة. ساعتها بالحالة ساعتها ممكن الشخص يصير عنده العوارض نفسها على فترة أطول، ممكن يصير عنده كمان إفراط بتناول المخدرات، إفراط تناول الكحول، بعض السلوك اللي هو ممكن مدمر للنفس، يعني self-destructive behavior. بقى الشخص بهالحالة لازم طبعاً أنه يلجأ لاختصاصي لحتى يتعالج. هو أكثرية العوارض ما نسيت شيء منها، بس أكثرية العوارض مع طبعاً أكيد كتير غضب قوي وحزن شديد ونقمة، والإنسان بقى مثل كأنه بده ينتقم من كل شيء. وطبعاً هو الغضب أوقات بيكون موجه لمحلات منها مزبوطة، لأنه الشخص بيبقى مخربط نفسياً. اللي بحب بس أقوله كمان ألفت نقطة مهمة، هي أنه في عوامل تلعب دور لحتى الشخص يكون معرض أكثر. أو في عندك المرونة النفسية بتفرق مستويها عن شخص وشخص. إذا الشخص كان عنده مرونة نفسية قوية، يعني resilience، ممكن يتحمل أكثر. ولكن الشغلة عامل من العوامل المهمة اللي كنت عم بقرأ عنها هي آخر 6 أشهر شو صارت معنا. مش بس حدا عنده استعداد لاضطرابات نفسية، الأشخاص عندها استعداد لاضطرابات نفسية مثل اضطرابات القلق أو anxiety disorders أو اضطرابات المزاج مثل bipolar أو depression أو سويس قهري إلى آخره. هو الأشخاص طبعا عرضة أكثر لحتى يكون عندهم يصير معهم هالاضطراب ما بعد الصدمة بعد 30 يوم. ولكن آخر 6 أشهر كتير بيلعبوا دور. إذا حدا قطع بمرحلة صعبة بآخر 6 أشهر، نسبة أعلى بعد أنه يقطع بهالمرحلة أو أنه تضاين هالعوارض عنده أكثر. وهون عم بلفت نظر، لأن نحن قلنا 6 أشهر على القليل عم نقطع بصدمات يومية. إذا بدك نحن بمرحلة معينة، نحن بضغط مزمن، قلنا تقريبا في رح يصير سنة من وراء موضوع المشاكل الاقتصادية وعدم وجود أمان وموضوع وباء الكورونا. يعني أوريدي نحن لبنان جاهزين معرضين أكثر لحتى أنه إذا صار معنا حالة مثل حصلت 4-5 أيام أنه نخض هالقد. غير بلد يمكن ما كان بركي هالقد تأثر. بقى بلبنان نحن عرضة أكثر أصلاً، لأنه آخر 6 أشهر كنا عم نقطع بمراحل صعبة من الأساس. نعم. طب دكتور نوفل، فينا نحكي شوي، هل العوارض هي مشابهة عند الكبار كمان للصغار؟ يعني أنا بعرف ابن أختي اليوم ما عم بينام بالليل، كل ما بيسمع صوت بحط إيده على دينيه. صح. يعني اليوم خلينا شوي نفيد الأهل اللي ولادهم كانوا تحت هيدي الصدمة. ثانك يو ساشا على السؤال، بعتقد سؤال كثير مهم. وبحب كمان فرق هون انه بين شخص وشخص بتفرق ردة فعل. رح بحكي عن الاولاد، انه في فرق بين الشخص اللي هو عاش الصدمه اللي كان مثلا موجود قريب، بتفرق بين شخص وشخص كيف عاشها، او اذا حدا خبره عن الموضوع، او اذا حدا شاف حدا عم بيعيش هيدي الخضه او الصدمه. يعني بتفرق بين شخص وشخص. الناس اللي خسرت بيوتها مش مثل الناس اللي سمعت عن الموضوع. بقى بعتقد في مستويات، وهون لازم بعتقد نعطي شويه اهميه للفرق بين الاشخاص واشخاص. مش كلنا عم نقطع بنفس الشيء، عم نقطع بنفس الشيء بنفس الوقت، بس مش عم نعيش الخبره بنفس الطريقه. عند اولاد بتختلف شوي، عند اولاد صعب، لانه صعب بيقدروا هن يعبروا عن حالهم، عبروا عن نفسهم، عبروا عن مشاعرهم،
وشغله من الاشياء الاساسيه اللي مهم انه الواحد يعملها لحتى يساعد حاله يتخطى شوي هالمرحله، انه يحكي بالمشاعر اللي عنده اياها، يحكي عن الغضب اللي عم بحس فيه، يحكي عن الزعل والخوف اللي عم بحس فيه. عند الاولاد صعب شوي لانه ما كثير بيقدروا يعبروا عن حالهم طبعا حسب عمر الولد، بس عند الصغار عاده رده الفعل بتكون تعصيب، بتكون بكي. هيدا اللي عم بيصير دكتور، نحن عم نشوف اولادنا كثير معصبين. يعني ما تنسى انه الاولاد كمان صار لهم فتره محجوزين بهالبيوت ومزروبين وما عم بيعبروا وما عم بيروحوا عند اصحابهم من قصه الوباء، يعني عملت لهم شقه حياتهم، وهلا كمان عايشوا هيدي الصدمه. يعني بحياتنا ما كنا نشوف اولادنا هالقد غضبانين وهالقد بيعبروا بكلام قاسي وبيوجع وترميت عن الموت، عم يستعملوا كثير ترميت موت. أكيد، لأنه مثل ما كنت عم تقولي حضرتك أنه آخر 6-7 أشهر أصلاً ما كان عندهم المجال نفسه. الأولاد مش مثل الكبار، نحن بنقدر نحكي we are social beings. الأولاد social beings تبعهم حياتهم اجتماعية مختلفة، بحاجة يلعبوا بحاجة يتحركوا، هن تقريباً شبه محبوسين لهم 6 أشهر، بقى كتير صعب على الأولاد، مش هيك التعصيب بقى عالي أكثر، ما بيقدروا يعبروا عن نفسهم. ومثل ما كنت عم بقول أنه لأنه آخر 6 أشهر كانوا صعبين كلنا تأثرنا. وفي شغلة كتير مهمة أنه السوشيال ميديا ما كتير عم بيساعد. هلا أكيد نحن مهم نوصل صوتنا لبرا ونوصل صوتنا للعالم يعرفوا بالضبط شو عم نقطع فيه وشو عم نصير، بس كمان انتبه شوي شو بنحط بوستات، انتبه شوي شو بنحط صور، لانه كل الاولاد عندها اكسس على السوشيال ميديا، مش بس اللي عمرها فوق 18. بقى الاولاد مش مفروض يشوفوا اشياء منهم جاهزين يشوفوها، ما بيفهموا شو عم بيصير اذا شافوا بعض الصور. بقى بليز بتمنى انه لما شخص بده ينزل بوست يقدر يجرب يعبر او يحط المينيموم ممكن لحتى يعبر او يفرج اللي هو بده يوصله كمسج. طب دكتور نوفل بالاخير، هل من طرق عمليه نحن ممكن نطبقها اليوم لنتخطى شوي هذا الاحساس بالخوف الدائم؟ نعم، هلا اذا الاشخاص عندها عوارض شديده حاده بحاجه تشوف اختصاصي، وبعتقد هذا الشيء مهم لكل انسان مخربط وعنده العوارض اللي عم بحكي عنها كنت من شوي. ولكن ممكن يساعد اول شيء انه نحكي عن المشاعر الاشياء اللي حاسين فيها نحن والقاطعين فيها، واحد يعبر عن اللي بيحكي عنه. هي اول شغله. ثاني شغله فيها تساعد انه الانسان ينزل مثل ما بيعمل الشعب هلا، وانا بهني وبحيي الشعب كيف عم بيساعد بعض، وهيدي شغله كثير مهمه لانه بتخلي الشخص يحس حاله انه له دور بالمجتمع، وبتحس حاله بحس حاله الشخص بناء اذا بدك بهاللحظه الصعبه. بقى بعتقد هيدي النصيحه اللي فينا اعطيها هيك بسرعه بطريقه على التي في. يعني دكتور نوفل، بس قبل ما نختم معك بسرعه بسرعه بسرعه، عبالي اطلب منك طلب، انتم كلكم الحكمه النفسيه والبسيكولوج وكل الاشخاص اللي بيعالجوا الامور النفسيه، عن جد تعملوا حملة، مش عم بمزح، تعملوا حملة تتحدوا بين بعض، تعملوا حملة انه الاسعار اللي بتتقضوها كرمال الخدمة اللي بتقدموها للشعب اللبناني، تعملوا ما بعرف عرفتوا شو قصدي، تعملوا شيء انه تكون الاسعار مقبوله. كذا حكيم بلبنان، في مجموعه اطباء قدموا الخدمات، لازم تعملوا حمله للناس تقدر تجي تفش خلقه وتحكي، لانه مش الناس ما معها ميشيل، عن جد ما معها. اول شيء في فرق بين انا مش طبيب نفسي، انا معالج نفسي، بس لحتى فرق شوي. نحن اليوم بالحالات لما يكون في حالات حاده مثل ما عم نقطع فيها، في كثير مش بس جمعيات، كثير معالجين نفسيين نحن وغيرنا، يعني في كذا جروب عم يعملوا بطريقه مجانيه، بيقدموا خدمات مش حتى بسعر خفيف، كليا بطريقه مجانيه. يعني في كثير اطباء نفسي، في كثير معالجين نفسيين عم نقدم خدماتنا بهالحالات المعينه بطريقه مجانيه كرمال نقدر نساعد الماكسيموم. وفي كثير جروبات، وانا كمان بحيي زملائي يلي هن عم بيعملوا هيدا الشيء، اذا بتشوفوا شوي على السوشيال ميديا انا عم جرب كمان نزل بوستات عندي، انه في كثير جروبات عم بيعملوا هيدا الشيء مجانا. شكرا لك دكتور ميشيل نوفل على كل هالتوضيحات، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. شكرا. شو بتتوقعوا لو الوجع له صوت؟ خلينا نشوف هذا الفيديو لموصلي. دخيلك يا رب، دخيلك شايفنا تطلع في اللبن. الكساندرا تخيل الشباب الاطراف، تطلع الكساندرا لتفضحك بطلك، كفيها على الارض. شكرا. طيب لا انت بلا طلعك، لا انت بلا طلعك، هذا برنتي شعب لونك، شعب لونك، هذا شعب لونك. I'm
رئيس الجمهورية بلدهم. حيوانات أكبر حيوان. شو بدهم يعملوا فيك يا عمو؟ حيوان. حيوان. لك الحيوان أحسن منك. شو بدهم يعملوا فيكي؟ يعملوا اللي شو بعد فيهم يعملوا أكتر من اللي عملوا فيكي وفينا وبكل الشعب اللبناني، وببق حدا يخوف حدا وببق حدا قابض التخويف جد. خلصنا، وصلنا لمرحلة إنه ببق فيكم تخوفونا، لا أنتو ولا اللي عم بيهددوا ولا اللي ماشيين وراكم لما أقول كلمة أقوى من هيك. فببق حدا فرقانة معه، يعني وصلنا لمحل ببق عنا شي نخسر. خسرنا كل شي. صرنا عن جد خسرنا كل شيء. صرنا كل شيء. رح ننتقل لعند زينة. زينة. يلا. زينة. كارين وساشا كنتوا عم تسألوا أنا معكم. كنتوا عم تسألوا الحكيم كيف ممكن نساعد أولادنا أو حتى حالنا لنقدر ننسى شوي اللي صار ونتخطى هذه المرحلة، بس يمكن الشيء كتير أصعب من هيك، خاصة وقت نشوف بيوت مدمرة بهالدرجة، وقت نشوف حتى دم الأشخاص اللي منحبهم بعده محفور على كل حيط من بيوتنا. يمكن هيدا الشيء قد ما يكون صعب على الأشخاص اللي عم بيشوفوا هالصور، ما في أصعب منه على أهل هول الأشخاص. معي هون صاحب منزل بالجميزة مدمر على الأرض، خبرنا شوي كيف كيف. يبدو أنه أكيد رح نرجع لعندك زينة، بس ترجع أكيد هالعطلة التقنية نشوف شو عم بيصير. عم بينقلونا اليوم الصورة على الأرض كارين ميلاد وزينة، وعن جد بنسمع منقول الحكي مش مثل الشوفة. أبدا أبدا مش مثل الشوفة، مثل عن جد يعني اليوم أنا وجاي على الاستوديو كارين قطعت بالأشرفية عم بتطلع، وهيدا منطفين ساشا، هيدا منطفين العالم. بدك تشوفي اول ما صار الانفجار، يعني اول ما شاهد يعني اول ما صار هيدا بيروت تكنست شوي، عرفتي يعني هيك شوي ضبضبوا الاشياء. بدي اقول شغله ساشا، الفيديو اللي تنقلوه امبارح يعني ويب سايتات اتوينت فايرل مثل ما بيقولوا، اللي هي الانترو اللي عملتها امبارح مباشره على الهواء عبر نيو تي في. بدي اقول لكل الناس انه اللي حكيوني من امريكا، من كندا، من استراليا، من اوروبا، من الخليج العربي، من لبنان، اللي قالوا لي انه حكيتي بصوتنا، صدقيني ساشا، صدقيني صدقا والله العظيم والله شاهد، انه انا اللي حكيته حكيته بكل صدق، وحكيته من قلبي من جوا، ما كنت محضره ولا كلمه، حكيته من قلبي من جوا. وكتير كتير كتير الناس وقتها تقلك انه حكيتي بصوتنا، عن جد يعني بيوجع هذا الوجع كتير اللي العالم عم بتجرب توصله. يا رب يا رب تحسه، يا رب تحسه، يا رب تحسه، ما بعرف شو بدي اقول. نعم. وهيدا الالم وهيدا الوجع كارين اليوم كمان عم بتعيشه سماح عباس، اللي خسرت خيه اللي كان عايش بافريقيا وانصاب بكورونا واجى على لبنان حتى يتعالج، فقدناه بالانفجار، كان عم يتعالج بمستشفى الروم. يعني سماح، شو بدي أقول لك يا سماح، الله يرحم خيك. سماح حطت تويت إنه خي انصاب بالكورونا بأفريقيا، أجا يتعالج ببلده بعد ما كان وضعه دقيق مبارح. مبارح عم بتقول إن وضعه كان سوبر ممتاز، هيدا عم نحكي بوقت صار الانفجار. يعني عنده يمكن 10% بيخلص علاج وبيخلص من الكورونا. مبارح خسرناه من الانفجار اللي صار بسبب الأضرار اللي طالت مستشفى الروم. خي برقبة كل الفاسدين، وإن شاء الله بتبتلوا بولادكم وبتذوقوا هيدي اللوعة. الله لا يدوقها لحدا يا سماح، هيدي اللوعة يعني ما بتتعود، وهيدي خسارة كتير كبيرة. الله يرحم خيك يا سماح ويرحم كل الشهداء، يعني عم نخسر طاقات وشباب. صباح الخير يا سماح. صباح النور كل اللبنانيين. بعرف هيدا الغضب اللي جواتك سماح، اليوم رح نعطيكي مساحة تعبري وتحكي عن كل شيء اللي انت حاسستيه هلا. نحن خسرنا محمد، لبنان كله خسرنا محمد، محمد ما في انسان شايف تعرف عليه الا ما كان يقول محمد الانسان الطيب الخلوق المنيح الكريم، ذكي. شو بدي اقول؟ شو ما قلت شو ما في صفات حلوه هي عن محمد. محمد هو مش بس شهيد الضيعه او المنطقه، هو شهيد لبنان.
هو شهيدي الجديد هو أيام سنوات الدراسة الجامعية كان بيدرب في التلفزيون الجديد كذا سنة بيدرب فيها محمد ضل يعني درس الهندسة طمح يتطور أكثر وأكثر ببلده بس تعرف نحن ببلد كله وصاير ما حدا بيتوظف عن كفاءة كل الناس بارعة حالها ما حدا من السياسيين عم يطلع على اللبنانيين اللي عم يتغربوا لبرا محمد انصاب بالكورونا لما اجى على لبنان حسن وضعه بمستشفى الروم يعني كان ثاني يوم ينزل على الغرفة العادية وان شاء الله يعني جمعة بيصير بيطلع على بيته وعند اهله صار الانتظار بمستشفى الروم الله بده اياه يموت شهيد نحن بنفتخر بهالشهادة هو شهيد الوطن كله يتم اولاده اولاده بهدول الصغار ما تهمنا فيهم ابنه تبع السنة بست اياب يعني بعد يومين من وفاته واستشهاده يعني شو بدي اقول الله ياخذ حقه من هالسياسية الله يوفقهم شو ما نحكي العالم صار لازم توعد في تنزل على الطرقات الطالب بحقه خلص وين بعد ما رايحين يعني موتونا هلا بعد في كم شخص يعني يمكن بدهم يقضوا علينا كلهم ما شبهوا بعد ما خلصوا يعني شو ما احكي عارف يعني عن جد تسقط الكلمات بيسقط الحكي بتسقط التعبير قدام هيك وجع قدام هيك وجع وقدام هيك فاجعه شو ما احكي ما بعطي حق وما يعني هذا وجع كل اللبنانيين صحيح او يعني كل الامهات يعني امه وبيه الله لا يجرب حدا يعني الله لا يضيقها لحدا الله لا يجربها لحدا يا خلص انا بوجه النداء لكل اللبنانيين خلص ما عاد في احتمال نسكت على حق اي شخص فينا صار لازم ننزل صار لازم نتبقى السياسيه كلها كفايه خلي الشباب تحكم خلي الكفاءات تحكم لوين بعدنا رايحين شكرا كثير لك تحيه لروحه وتحيه لروح كل الشهداء يا عمي والله العظيم الموت هو شيء مش مفروض نعيشه شيء عادي يعني ثقافة الموت روح الموت حوالينا هيدا الشيء منه نورمال منه طبيعي منه شيء انه قاعدين ناطرين هلا امتين بدنا نموت بنظهر من بيتنا صرت انا وجوزي اذا بدنا نظهر من البيت واحد بيظهر واحد بيضل لا ما بيعرف اذا التاني بيرجع او لا حتى من يتم ولادنا منه شيء طبيعي اكيد الموت حق أكيد الموت بده يصير لكل العالم إذا مش اليوم بكرة بس ما فيك تعيش ناطر الموت يعني لشو عايش أو خايف تموت أو خايف تخسر هالأشخاص اللي حواليك لشو عايش يعني هلأ صرنا عايشين بس لناكل ولما نموت يعني شو هالحياة هاي وها منا حياة شو هالحياة هاي قاعدين قبل هيدا الانفجار عم نعيش بس لناكل ونلاقي ربطة خبز هلأ عايشين لما خايفين نموت شو هالحياة هيدي بقى يعني رح نطق كفرونا ما بيصير عن جد الوضع كتير كتير صعب وصوت الأمهات يعني اللي عم نشوفهم أمهات الشهداء أو بعد لهلأ لازال في مفقودين كمان قديش هيدا الشيء صعب وأي أم تتحمله وموجع رح ناخد اتصال من أحد موظفي المرفق بيروت يمكن عاش أكيد هيدا التجربة ما بعرف أو كان بعيد يعني إن شاء الله ما يكون حدا من عائلته تعرض لأي خطر صباح الخير ألو أنت معنا على الهواء ألو ألو عم بسمعك صباح الخير والحمد لله على سلامتك الحمد لله على سلامتك أنا بدي أقول لك بدي أوضحكم شغلة تفضل بدي أوضحكم شغلة أنا يعني بيأسفني أنه أنا أقول لبناني لأول مرة أنا عمري 50 سنة بيأسف على حالي أقول أنا لبناني بفهم. أنا بكيت على هالمنظر يعني عشنا حرب تموز عشنا الاجتياح عشنا كل شيء بيقول لك حرب بس ما عشنا هالمنظر ما شفنا الناس كيف عم تنزل الدم عم تموت ما قادرين نسعفها ما شفنا مجموعة من الدفاع المدني تختفي ما شفنا ضباط عمدة نازلين يصطادوا سمك انه لبنان يموتوا
ما شفنا أطفال يموتوا. أنت وين كنت؟ وين كنت؟ سياسية. وين كنت وقت الانفجار؟ والله العظيم عيب. اتبهدلنا برا. اتبهدلنا برا، اسمنا صار بالأرض. كانت العالم كلها تقول لبنان بحبك يا لبنان. شلمتوا فينا يا سياسيين. والله العظيم حرام. والله العظيم حرام، بكيتونا، شحطتونا، فقرتونا، بلدنا أشبلت بلد بالعالم. كنا نروح على أوروبا وعلى دول العالم يقولونا لبنان، ياكل على لبنان، يا ليتنا عايشين بلبنان. صرنا بدنا نقرب، صرنا هلا عم نفتش وين الهجرة. خلص ما عندك تلفزيون حسن دياب، فخامة الرئيس يا بي الكل، ما عندك تلفزيون، ما عم تشوف شو عم بيصير. إذا بتدقك شوكي بتقول أهك تبقيم عم يموت 170 واحد و7000 جريح. وين إحساسكن؟ لك وين إحساسكن؟ وين كرامتكن؟ ما بيصير ما بيصير. أنا ما كنت بدي أطلع، بس أنا ما بقى فيني، ما بقى فينا نتحمل هالبلد اللي عم بيصير. وبيطلع بيقولولك نحن عم نحارب الفساد. أي فساد؟ جابولك ثلاثة عم بدني يعني دمر البلد، بدي نحطوها بثلاثة. شو هالقصة ايه؟ بدل ما انت يا رئيس الحكومة تستقيل، سوري بالكلمة، ببلد اوروبي انقطعت الكهرباء ثلاث دقايق، رئيس الحكومة استقال. ثلاث دقايق استقال رئيس الحكومة، بلد احترق. يعني بحرب تموز ما شفنا هيك. يعني ما فيني سوري يعني. استاذنا وين كنت وقت صار الانفجار؟ وحضرتك حسب ما عرفنا انت موظف بمرفق بيروت. صحيح. انا طب معلش، انا عندي عائله، انا عندي عائله، وانا رب اسره وموظف على البور. طب انا ليش انا بدي انا اعرض حالي؟ انا هلا يعني مسوي مثل ما كنت تتفضل تحكي اختنا المذيعه، يعني بطلنا نسترجي نظهر من بيتنا. وين الكورونا؟ وين يطلع انفجار؟ صرنا الخلف، صرنا الخلف. يعني هلا انا اذا نزلت على البور، اذا زوى البور، اذا زوى، يعني بدي خاف انزل اشتغل. ليه بدي اعرض حالي للخطر انا وعندي عائله؟ ليه انا بدي اشوف رفيقي مات؟ انا رفقتين الي ماتوا على البور، انا اصابتهم، انا سلتهم بايدي والدمع ثيابي. حرام عليكم يا سياسيين، حرام عليكم. اذا بتريدوا تكون نعيش في هالبلد، حرام عليكم. بلوز بلوز بلوز، روح بلو معكم مصاري، عملوا رجوع سياسي باي بلد. شكوا هيدي البلد لنا، شكوا هيدي البلد لنا. حرام عليكم. بلوز اذا بتريدوا، بلوز ما بقى فينا. عم نحكي لكم من قلب محروق، عم نترجيكم، بهدلتونا. عملوا معروف اذا بتريدوا. انا اللي بدي شيل رفيقي. تحية لك استاذنا الكريم، وحمد الله على سلامتك، والله يرحم كل الشهداء اللي سقطوا بهذا الانفجار. واللي حكيته هو صرخة وجع كلنا عم نحس فيها، صدقني. إلا هني يعني أشكال دمع متحركة، لأنهم بلا أحساس بلا. بنروح لعند زينة كارين كمان لتنقلنا صورة من بيروت. تفضلي يا زينة. ساشا، أنا موجودة بعدني هون بالجميزة. انقطع الإرسال شكله مثل كل شيء بهيدا البلد، كمان ما بده ينا يطلع صوتنا. بس ساشا بدي أقول شغلة كتير لفتتني بالأشخاص الموجودين هون. في كتير أشخاص ما بدهم يطلعوا يحكوا، قال لأنه ما بدنا نبين عم نشحد. يعني قديه هيدا الجملة يعني ما بعرف قديه بتزعل، لأنه هني عم بيتخيلوا حالهم أنه هني عم يشحدوا بالوقت اللي هيدا حقهم. يعني حقهم أنه تجي الدولة تطلع عليهم، هني عم بلم مجراحهم، عم بيزبطوا بيوتهم، عم بيشيلوا الإزاز والدمار عن الأرض، وخايفين يبينوا على الكاميرا أنهم عم يشحدوا. لا، أنتوا ما عم تشحدوا، أنتوا يعني عم تعملوا الأمور يلي مش مفروض أنتوا تكونوا عم تعملوها، المفروض تكون الدولة هي اللي عم تعملها. شيء كتير بزعل. معي هون صاحب بيت وصاحب محل دمر كل شيء ببيته، وكل همه ما يبين قدام الناس أنه هو عم يطلب مساعدة حدا. يعطيك ألف عافية. مرحبا، العافية.
خبرنا شوي. اول شيء ليه قلت لي انه انا ما بدي ابين على الكاميرا كانه انا عايز حدا؟ انت يعني حقوقك انك تكون عايز حدا، حقك انه يجوا يسالوا عنك ويجوا يعمروا لك يرجعوا بيتك. بعرف بس الشعب اللبناني كل عمره عنده عزه نفس، بحياتنا وطينا راسنا حدا. ايام الانتخابات اجوا لعنا قالوا لنا خذوا $250 خذوا $150، قالوا لا نحن منا للبيع. ما بعتقد انه لا الزلزال ولا هزه ولا انفجار بوطينا راسنا. طيب شو بتخبرنا شوي هون عن انت قديه جرحك كبير انك تشوف بيتك على الارض، شغلك قلت لي انه حتى محلك هون راح، خبرنا شوي كيف رح ترجع تقوم لحالك بدون مساعده حدا؟ هل في شباب عم يجوا يطلوا عليك؟ قلت لي انه عم بيصير في زبوطه هون لانكم عم بتحطوا الردم على الطريق، كيف يعني؟ امبارح اول شيء اول يوم كان في كثير ردم، المنطقه كانت كليا ديزاستر، كان شلنا الاغراض ورتبناهم وكذا، اجت البلديه جمعتهم كوام. في شاب جاري عم بيته كله مهدم، عم بشيله عم بحط مش محل الردم، عم بحط قدام بحله يعني، اجى درك قال له حط لك زبط. ساعتها طلعت صرخه، قال له خربتوا لنا بيتنا، خربتوا لنا حياتنا، خربتوا لنا مستقبلنا. كنا مفكرين نهاجر، صرنا مهاجرين بقلب بيتنا. بقى كيف هيك؟ ما الدراج حمل حاله فل، ما عرف كيف فل. لازم يفلوا ويستحوا على هذا الشيء اللي عم بيصير بابنائهم. قل لي شو اذا بدك شو البلان يلي حطيتها لا تقدر ترجع تقوم على اجريكم؟ وين اولادك هلا؟ وين عائلتك؟ وين رحتوا؟ يعني اولادي طلعنيون علي عند اهلية مرتي عند ستهم، يعني حتى الاولاد ما بده ينزل على بيروت، قالوا لنا ما بدنا نرجع. امبارح طلعنا عم شق عليهم لحتى ما يفكروا انه اهلهم ماتوا. وهيدا طلعنا يعني اول يوم كان بعد كل هالفتره كنا هم كثير كلينا، حتى بنتي تقطشر او طار ايده كمان، اخذناها ونطرنا 6 ساعات 7 ساعات بالمستشفى. شفنا يمكن دمها هون موجود على كل الحيطان. انا عندي عذره بالبيت، كل شيء بالبيت تهدم، كل شيء صار على الارض، العذره مزيحه سنتي. ولو زيحت لان تمثال عذره كبيره عندي، لو زيحت لو نزلت على البيت كنت قتلتهم، بس هي حملتنا اكيد. اكيد الحمد لله على السلامه. شخص عم بحكي عم بخبرني العجيبه اللي صارت معه، مش الصدفه اللي صارت معه، العجيبه، لان في شغلات ما كانوا بيتصور. واحد بحياته ما راح على مطرح معين، على اوضه معينه، على زاويه معينه، وقت ما كان موجود بهالزاويه صار الانفجار. عن جد عجيبه مضبوطه صارت بلبنان. الحمد لله على السلامة. مثل ما قلت ساشا، المنظر يلي بيوجع هون هو مش بس الحجر يلي موجود على الأرض، هو جرح الأشخاص، جرح اللبنانيين يلي عم بجربوا يلملموا لحالهم، ما حدا عم يسأل عنهم. بل الأأسف من هيك أنه عم يجوا أشخاص يعملوا لهم زبوطة، عم يجوا يقولوا لهم ما تحطوا الردم تبعكم على الأرض، يلي هن إذا بدك غراضهم الشخصية المكسرة اللي عم بيشلوهم بإيديهم. عن جد المنظر قد ما قلك بشع، يمكن بشع كلمة كتير صغيرة. نحن كنا كل عمرنا نقول ما بنخلي أولادنا يعيشوا الزلية اللي نحن عشناه، قلنا أهلنا غلطوا أنه ما أخذونا لبرا، نحن ما نخليهم. لأن لبنان صار له هلا، مرتي عم تسمع امبارح عم بتقول لي أنه اعطونا الطفولة، اعطونا السلام. قلت قد ايه عمرها هالغنية؟ قلت لها وقت ما كنت أنا شاب. قلت لي بعدنا عم نسمعها، أولادنا رح يسمعوها، أولادنا رح يسمعوها. خلينا نفل، كنا عم نفكر نفل بس خايفين نبلش من صفر. وضعنا بلبنان هلا رح نرجع نبلش صفر من بلدنا، مشان هيك عم بفضل اذا في طريقه الواحد يهاجر، عنا خبراتنا، عنا براءات اختراع عاملينهم، اذا فينا نروح لبرا ونبلش لو من صفر، لان هي ذاتها شغلنا طار. لا نحن لازم يضل عنا ايمان بلبنان. بعرف انه راح، بعرف انه الوجع كثير كبير، وبعرف انه الاشخاص كلها عم بتلاقي طريقه لا تقدر تهاجر. يمكن حتى كل حدا فينا بيقول بنهار ليه انا بدي اتحمل كل هالشيء؟ ليه انا يلي تعلمت وتعبت ودرست بدي يكون موجود هون بس عم ضل كل وقت شيل جروحات الوطن ويمكن الدولة والحكام ما عم يطلعوا فيه؟ لا بدنا نضل هون، بدنا نجرب قد ما فينا نرجع نزبط بلدنا وما نخلي أولادنا يهاجروا. ومعه حق أنه بنسمع الأغاني اللي صار لها 30 سنة كأنه هلأ عاملين هالأغاني، أي شيء بزعل، بس بدنا نضل نقاوم وبدنا نضل موجودين كلنا، كل الأديان، كل الطوائف تتوحد لنرجع نعمر بيروت ونشيل كل الحكم الفاسد يلي حكمنا ونحكم نحن بقلبنا وبمحبتنا وبإنسانيتنا. بالفعل يا زينة، وبتصور كارين انه هيدا السؤال ما لازم نسأل هلا، انه بتفكر بالهجرة؟ انه ايه اكيد، يعني بهيدا الوضع بعدنا طالعين من هيدي الازمه وهيدي الكارثه، عم ترجع تعمري عن جديد، عندك اولاد، مستقبل اولادك. هلا كلنا نحن ساشا كل عايشين بديلام وبصراع، انه هل بنعمل مثل ما اهلنا عملوا فينا؟ يعني كمان ما فينا نلوم اهالينا، يعني
الإنسان ما بيعرف بأي ظروف كان الأهالينا عم تمروا، العذابات اللي مرقوا فيها، قديش كانت متاحة الهجرة أو غير متاحة. كمان هلأ نحن لأنه عم نعيش هيدا الصراع من فل أو منبقى في صراع أنه يعني كيف بدي أترك بلدي وحياتي صح. وكل شيء أنا عملته يعني قرار تنشلخي ساشا عن أرضك وعن بلدك وعن أحبابك وعن الناس اللي بتحبيهم. قرار منه هين حتى لو أنت عم تفكري فيه، وحتى لو ببقى في شيء رماد على الأرض قرار منه هين أنك صدقون تخلي. الغربة كتير صعبة، يعني بتضلكم تحسوا اسمها غربة يعني ما في أصعب منها، وطعمها مر انك تبقى ما تكوني عايشه بارضي. انت خلص بدك تفكري انه انت خلص أيه. انت بدك تفكري انه انت خلص، بدك تفكري لاولادك أيه. شو الاصوات لاولادي وما فينا نلوم انسان قرر يهاجر ابدا، يعني ما فينا نبيعه حكي وشعر وشعر، صار لهم 40 سنه بيبيعونا حكي شعر وشعر، وما فينا نقول له لا ما تهاجر، هذا قرار شخصي كل انسان بيعمل راحته، لانه عن جد الكيس بدها وقت صعب. كتير تفكير بهذا الموضوع. هلا بدنا نروح لعند ميلاد اشرف الموسوي. اشرف الموسوي معنا المحامي لنحكي بامور كتير قانونيه وخاصه بهيدي المرحله. صباح الخير استاذ. صباح النور لك ولكل المشاهدين. يعني ما بعرف قديش في بالقانون قد ايه بعد في منه هيدا القانون نحاسب قانون المحاسبه قد ايه بعد فينا نحاسب، يعني ما بعرف. انا بحس هيدا الانفجار طاح بكل شيء، بالقوانين وبالاعراف وبالحكي وبالدوله، يعني صرنا كانه عم نضحك عم نتمسخر على حالنا. صباح الخير لكم ولكل المشاهدين والعمر للجميع يا رب. انا عم بحكي بعلبك من بلده النبشيه من ضيعتي. لقيت انا بيوتنا كلها مفتوحه امام هول الفجعه وهالمصيبه اللي حلت بلبنان كله سوا. بدي اقول انا اليوم هذا رايي الشخصي، انه اليوم اكيد امام هالمجازر كلها اللي صارت بدنا تحقيق شفاف، بدنا مجلس عدلي، بدنا قضاة يكونوا حازمين، لانه هيدي الناس تشردت، هيدي الناس اللي ما عادش عندها مأوى حياتها بدها توصل لحقها، لانه اليوم اللي فقدت ولد او فقدت بيت او منزل او سياره او مؤسسه او شركه، حياتها هيدي الناس كمان بده بنوقف حدها بشكل سريع وجدي، بس هيك لنبلسم جرحهم شوي، لنبلسم جرحهم نعم. شوي. هل من اليات بدايه نعم استاذ، هل من اليات قانونيه وقضائيه للمتضرري الانفجار جسديا ومعنويا؟ يعني هل ينص القانون على اجراءات معينه لالهم؟ عادة بهيك مصايب كبيرة حجم وطن أكيد الهيئة العليا للإغاثة هي كفل، يكون عندها لجان ما صحية تخمن الأضرار، أكيد توثيق الأضرار بيصير عادة بالتصوير فوتوغرافي أو تصوير فيديو. بدنا مثلا هلأ نقول لهم للناس اللي قاعدين تحت أو الناس اللي عم يسمعونا، لازم يكون في حزمة إجراءات بدنا نبلشوا يجهزوا حالهم، نقول لهم الله يعني مع كل مصايبهم كمان بدهم يكونوا شوي عندهم شوية لفتة قانونية، يعني بدنا نأمن أول شيء إثبات ملكية، يعني إفادة ملكية للشقة أو للعقار أو للمبنى أو للسيارة أو للمحل أو لمركز الأشغال. بدنا نجيب صورة عن الهوية، بدنا نروح على المختار، بده يكون مختار محلي موجود حتى نعمل مسح للأضرار بحضور المختار، أنا بفضل يكون أفضل. وبدنا نعمل إفادة ننظم إفادة بالواقع اللي صار من حجم الأضرار، بالهدم، بالتخريب، باللي صار مثلا واحد اذا بيته كله نشب والضرر، كمان بدنا نعمل افاده بهذا الموضوع. اشرف بدنا نعين، بدنا نعمل تعيين لعنوان السكن بالتفصيل. نعم اشرف، بس الناس مش رح تقعد تنطر المسح وامتين الدوله رح تصلح لها، هي اذا صلحت لها يعني العالم بدها تقعد ببيوتها، بدها تسكر الازاز، بدها تضبط بحالها، هيدا اذا قدرت اصلا تسحب مصاري حالي اذا صلحت. يعني بدنا نحن نقول للناس اذا صلحتوا على حسابكم، يعني هالعالم صلحت على حسابها بيوتها، بتقدر ترجع تاخذ هالمصريات وتستردهم من اكيد يمكن للمتضرر يعمل هيدي الاجراءات على حسابه وعلى نفقته، لانه مش معقول كمان يقعد ينطر الدوله تقعد شهر او شهرين لجان صح مسح او لجان تخمين، بيقعد بضل قاعد برا ناطر الدوله، لا ما حينطر الدوله في اليه سريعه بيعمل هو مسح على حسابه وعلى نفقته، وبيعمل فيهم بيعمل فيهم اوراق رسميه، وبعدين بيقدمون يعني بنوع الاشغال اللي عملها بقيمتها، بيبرز مستندات وصل زجاج دهان عمار شو ما كان بيقدمون بمستندات، وبيقدموا نفر الاصول
للجان المختصة اللي هي بدها تيجي تشرف على المسح اللاحق عم بقول. بس أنا بقول بيقدر هلا أي مواطن متضرر يعمل مسح على نفقته على بنوع الأعمال ويعمل فيهم محاضر أو يعمل فيهم يجيب مستندات رسمية أكيد وبيقدمهم وبياخذ حقه، لأنه الهيئة العليا للإغاثة كمان عندها مسح كتير كبير، مش رح فيه يجي مواطن ينطر الهيئة العليا لحتى تيجي تعمل المسح. صحيح. أنا هلا بقول لك أغلب المواطنين روحوا عملوا مسح على حسن. مسح يكون شفاف، والناس أكيد هلا اللي الناس هلا المتضررة ما حيكون في عندها مجال لا للغش ولا لشيء. نعم. إيه بيقدروا يا صبايا يروحوا يعملوا الهيئة العليا للإغاثة امبارح كنا عم نسمع موجودين هلا. امبارح كنا عم نسمع الزميلة ماجي عون عم بتقول وينهم مش موجودين لا بمر الخيل لا وبيمرقوا بيقولوا ولا طلعوا على العالم مكسور وبيكتبوا على الورقة هيك الإزاز مكسور عرفتيهم؟ ايه وعم بيناشدوا الدولة يعني بس نحن بعد لهلا ما عرفناش إن الأماكن السكنية عددها المتضرر يعني الحد الأدنى بس يقولوا لنا في 4000 وحدة سكنية 3000 وحدة سكنية لحتى الناس تعرف أصلا الآليات بدها تعتمدها يعني هلا ليه عم يتسمعنا من هالمتضرر ما هو عارفين قاعد إيه حاطط إيده على خده وما عم يعرف شو بده يعمل لا خلي الناس تروح تصلح هلا بقدر المستطاع ضمن إمكانياتها وتقدم تجيب مستندات وتقدمهم أو للمختار أو تعطيهم للمخفر أو لأي لجنة خلص مش عندنا ثقة إلا بالجيش منظومة الجيش يعني لازم الجيش يتحرك بسرعة ليعمل تعداد للأماكن السكنية المتضررة. نعم. طب هذا الشخص قام بهذا الإجراءات كلها على نفقته الخاصة وذكرت أنه بعدين بيصير في إجراءات قانونية لحتى الدولة تتحرك ويتم التعويض لهذا الشخص. طب هيدا بتاخد وقت يعني أنه على فكرة نحن صار عنا عقدة لبنانية عقدة جديدة بتزيدها هي عقدة اللجان يعني إذا بعد بنسمع كلمة لجان ما بعرف عندنا تجارب بحرب تموز اخذت شوية وقت بس الناس كلها اخذت حق بس الناس كلها رجعت اخذت حق اخذت الناس حق بدنا نصبر شوي بده يصير في ضغط من المجتمع المدني بهذا الموضوع بدنا نتساعد كلنا سوا لانه حجم المصيبة كبير 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 يعني مصيبة كبيرة مش حي وشارع ومنطقة والمدور منطقة بكمالها أبيدي بدنا نصبر شوي بس اكيد بدنا نعمل ضغط نحن شعبي لانه هيدا الموضوع بدنا نحط ايدنا نحن بايد اللجان المحليه مع البلديات مع المخاتير مع الجيش مع كل المؤسسات طيب. لانه مش معقول اشرف سؤال اوكي هول اللي تضرروا بيوتهم في كهرباء ولا في مي ولا ما في شيء هول اللي تضرروا بيوتهم وارزاقهم بس نعم. الناس اللي رحلها شهداء هول الناس اللي رح لهم شهداء فيهم يرفعوا دعوة برافو. على الدولة اللبنانية فيهم هذا اللي بدي تضوي عليه تفضل شو فيهم يعملوا أكيد الرحمة للشهداء أكيد كل واحد سقط عنده شهيد أو جريح أو جريح اليوم دعوة الحق العام تحركت بلشت التحقيقات يعني نحن رايحين أمام على تحقيق ما بعرف شكله كيف حيكون بس آخر شيء في تحقيق قضائي بهذا الموضوع الناس أكيد بدها تتخذ صفة الادعاء الشخصي يعني يا هو صاحب العلاقة شخصيا أو موكل محامي بكل أحوال أصلا نحن بنقابة المحامي سعادة النقيب صار جند النقابي بخدمة كل هذه الناس نحن جاهزين كنا نقف حد هذه الناس المتضررة جسديا ومعنويا وماليا نكون حذر لأنه لابد من هذا الإجراء القضائي يتخذ صفة الادعاء الشخصي لأنه بعدها معلش في تعويضات بالمحاكم بدها تصير كمان في تعويضات بدها تصير إنه آخر شيء في ناس بتحمل مسؤولية جسيمة بهذا الموضوع سواء كانوا وزراء أو مدراء عامين أو ضباط أو شو ما كان بدها تحمل هذه الناس مسؤولية بمحكمة الجنايات بكرة أو بالمجلس العدلي بده يطلع تعويضات وهذه الناس لازم من هلا تخص الفرد الشخصي أكيد ما في يجي يقول هلا اللي عنده شهيد أو اللي عنده مفقود بده يقوم هلا يروح يعمل محضر بالمغفر لا نحن جاهزين نقابة المحامين سعادة النقيب حاطط كل جسم النقابي بتصرف هيدا الناس متضرر نعم شكرا جزيلا لك تحياتنا لك يعطيكم ألف عافية ساشا بتعرفي نحن أوقات ما بنعطي وقت ما بنعطي قيمة للوقت يعني الوقت ما بتنتبهي له هو أكبر غدار وما فيك تردي ثانية حياتك لورا شوفي بثواني كيف ممكن تفرق حياة البشر بثواني كيف فرقت بيروت
يعني هذا الفيديو شفناه اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حسينا نحن عايشين بقلب هالحيطان، بقلب هالبيوت المتضررة، بتحسي بأرواح الناس اللي كانت عايشة بهالبيوت. عم يبعثوا لي كتير ساشا مساجات عن جمعيات، عن شباب عم تتضامن بين بعضها، عن ناس عم بتجمع أكل، عم بتوزع أكل، عن جد يعني ياريت تبعتوا لي، داني يبعت لي الاسم مين شو اسمها الجمعية وكلا نحكي عنهم. رح ننتقل لعيد ميلاد وموجود مع جمعية كمان. موجود يا أوكي، خلينا نتعرف عليهم أكثر. تفضل ميلاد. يلا بعد شوي رح انتقل لعند الجمعية يلي قلتوا عنا، رح انتقل بعد شوي لعند الجمعية، بس قبل بدي قلكن هون وراي إذا بتقدروا تشوفوا مع بعدسة زميل محمد هون مكان الانفجار. خلي بس يقطع محمد. هون مكان الانفجار، وبهالمنطقة بالذات في كل شيء، يعني بيكفي نوقف ثانية لنرجع نشوف كل اللي صار بسرعة وكل اللي بيصير بلبنان بسرعة. دمار كبير، سيارات مكسرة، بيوت مهبطة، على شمال ناس عم بتحاول تلملم هالجراح، ترجع تعيد للحياة لهالمنطقة. ناس عم تمشي بسياراتها وسياراتها مكسرة وسياراتها ولولا إزاز مكسور، حتى نايلون بس عم بتحاول تمشي فيها. وكمان ناس عم بتساعد وناس عم تقطع بس لحتى تقول يعطيكم العافية. هيدا يعني هيدي صورة هيك مصغرة عن يلي عم نعيشه بهالثواني وبهاللحظات، يلي مثل ما عم بتقولوا باستوديو ما عم نفهم شو عم بيصير وما عم نفهم حتى مشاعرنا. مرحبا بونجور، يعطيكم العافية. عرفني انتو شفتكن عم تخدموا، عم بتساعدوا، عم بتقدموا، قولوا لي شو عم تعملوا. نحن بونجور، نحن اول شيء جمعية مار منصور، يعني في كتير عالم بتعرفنا وفي كتير عالم عم تتعرف علينا. نحن هدفنا الاساسي نوقف حد الفقير معنويا ماديا بكل النواحي. فبهيك ظروف نحن اكثر شيء عندنا ميسيون انه نكون على الارض، فكيف اذا كانوا اخوتنا هلا اكثر بحاجه لنا. اول شيء ونحن كمان 160 سنه نحن هلا باليوبيل، فبعد هالظروف اول شيء فكرنا انه نكون حد اخوتنا. بلشنا بالابنيه والاشياء، المؤسسات تبع الجمعيه والفامي فينسونسيان، وانتقلنا عملنا خيمه على اساسين نوزع فيها اكل ونساعد العالم المحتاجه. ثاني ستيب هلا عملنا خيمه بدنا نسميها نقاله، هلا لقينا انه الحاجه هلا هون كثير كبيره، عملناها وبلشنا نساعد العالم ببيوتها بالشوارع، ينقلوا اغراضهم، نأمن اكل، مواد غذائيه، كل الحاجات الممكنه وقادرين على تحت طاقتنا. وان الله راد رح نشوف نخلص من هون اي شارع ثاني بحاجه ممكن لكم حتى تنقلوا. والوضع كيف هون الناس؟ يعني اكيد انتم احتكيتوا بالناس، لانه عم شوف انه الناس خلص بلشت ترجع يعني تعمر، وكانه كمان ما كثير بقى عبالها تحكي، يعني عندهم صمت، لانه بفهم مشاعرهم هالمشاعر يلي ضايعة بين الحزن وبين الغضب وبين القرف وبين اللوعة وبين البكي. يعني شو عم بيقولوا لكم الناس؟ يعني للصراحة حيالله شخص بعيش هيك ظروف، يعني بده في شوك، في صدمة بده يعيشها، يعني ما حدا له نفس يحكي شيء طبيعي، شيء كتير نورمال. اللي عم نقدر نعمله قد ما فينا، يعني في عالم حتى كمان بس عم نكون عم نساعدها نحكي معها، يمكن عالم بس بده حدا يحكي لها أو تشكي لها همه. في عالم تحب تحكي، في عالم لا، يعني حسب كل حدا حريته. فنحن عم نشتغل كمان اون باراليل على السوشيال ميديا على نقوي ايمان مسيحيا، لانه نحن جمعيه مسيحيه، يعني عم نشتغل قد ما فينا انه نحط بوستات نقوي الايمان، نقوي الرجاء خلالنا للناس ترجع نقدر نوقف على اجرينا، وان الله راد رح نوقف. بدي اسال حدا من الصبايا. صبايا قد ايه عمرك؟ 19 سنه. انت اهلك اكيد خبروكي عن كل الاشياء الظروف اللي قطع فيها لبنان، انت كنت بعد ما خلقتي بس عم ترجع تتكرر. انت اليوم صبيه اكيد كان عندك احلام وعندك طموحات وعندك شيء على بالك تعملي، صح؟ مزبوط. هيدي الجريمه شو عملت فيكي؟ يعني هي اكيد يعني مثل صدمه بتدمرنا، بتدمر يعني كل الاحلام اللي نحن كنا نفكر فيها. بس بما انه نحن مسيحيه اكيد لازم يضل عنا رجا، وهلا نحن نزلنا على الارض تنرجع يعني نجرب نساعد قد ما فينا ونرجع نكمل. برأيك يعني اللي صار في وراء مجرم؟
صح؟ مزبوط. يعني لأنه جريمة صار أكثر من مجرم يعني أكثر من مجرم ما بعرف يعني ما في كلمة بتعبر عن الموضوع. أنت اليوم عمرك 19 سنة، أي نوع من المحاسبة بتفكري فيها؟ كيف فينا نحاسب المجرمين؟ شو الآلية برأيك لمحاسبة المجرمين؟ هلا أكيد نحن لازم نتكل على العدالة إن شاء الله، يعني تقدر إنه تحاسبهم، وإذا لا أكيد في عدالة السماء إنه هيدي سقطنا فيها أكثر. موفقين. انه الفولونتير اللي عم يوصلوا لنا بشكل مش طبيعي، اذا بتلاحظوا في عنا شخص جاي من امريكا امبارح اجى بعده واصل وحب انه كمان يساعد معنا بالجمعيه، وعلى بكره الصبح بنكون واصلين ما بيكون في يمكن غير ربطه خبز او قنينه مي توصل المساعده. واسم الله يعني قدامك بتشوف قد في خيرات الله واللبنانيه عم بتشابكوا مع بعض. يعطيكم الف عافيه. مثل ما قلتوا كارين وساشا، في كتير جمعيات وفي كتير جماعات وجروبات على الطرقات عم بيحاولوا يساعدوا وعم بيحاولوا قد ما فيهم يخففوا هالوجع الظرفي، بس الوجع الكبير هو وجع كبير بده أكتر بكتير من أنه بس نساعد بالأكل ونساعد بأنه يعني نطعمه. نحن بدنا نغير، والتغيير بده مساعدة أكبر وبده مجهود أكبر. ما بكفي نقطع بس من هيدي الأزمة، لازم بقى تكون هالأزمة أو هالجريمة الكبيرة تكون دافع لإلنا لحتى نعمر وطن. برجع لعندكم. شكرا. شكرا لك ميلاد. رح ناخد نورة بدوي هلأ. نعم، نورة بدوي رئيس تنفيذي للاتصالات بشركة حبتور. رح نحكي عن مبادرة كمان لأطلقوها للمتضررين ومساعدتهم. أهلا وسهلا فيك نورة. صباح الخير. صباح الخير. تفضلي خبرينا عن المبادرة لهو لإلك، لأنه نحن والشعب اللبناني بحاجة لكل مساعدة، من أصغر مساعدة لأكبر مساعدة، لأنه يعني نحن بحاجة إن نساعد بعض، وإلا ما حدا رح يساعدنا، رح نضلنا متروكين. أكيد. هلأ أول شيء أنا عم بحكي بالنيابة عن سيد خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور. وصح نحن اللبنانيين حاسين حالنا انه متروكين، بس الحمد لله محبين لبنان كثار حول العالم. صح. واستاذ خلف معروف اصلا عن جد على طول. نعم. على طول يعني هو من الناس اللي ابتدوا يستثمروا بلبنان، من اوائل الناس اللي استثمرت بلبنان، وحضن الجالية اللبنانية كمان بالامارات، وظف كثير لبنانية، وهلا كمان عم بفكر فينا. صحيح صحيح. وكمان ما ننساش دولة الإمارات، يعني كمان ما قصرت دولة الإمارات وقدمت مساعدة. الحمد لله دول الخليج كلها بتحب لبنان وبتحبنا. برجع للسيد خلف، نحن بتوكيل من السيد خلف الحبتور طلب منا أنه نحن نتواصل مع مستشفيات. حكينا مع 7 مستشفيات بلبنان، من أهم من المستشفيات اللي هي عم تتعاطى أكثر شيء مع حالات الجرحى من التفجير ببيروت عفوا. ونحن رح نقدم لهم كخطوة أولى من المساعدات اللي عم يعملها السيد خلف إعانات طبية، يعني medical supplies وmedicine لمدة شهر، مشان يعني نخفف شوي ونقدر نساعدهم يعملوا شغلهم بطريقة شوي أهين تكون عليهم. طبعا هن عم بيعملوا عمل بطولة اللي عم يعملوه هلأ، فإذا نحن قادرين نقدم لهم مساعدة بسيطة فيعني سيد خلف ونحن بنكون كتير سعيدين. ومثل ما ذكرت هيدي بتكون أول خطوة إذا الله راد، لأنه كمان نحن بتوجيهات سيد خلف عم نشتغل هلأ أنه إذا قدرنا نقدم مساعدات غذائية، عم ندرس كمان إذا بنقدر نقدم مساعدة سكنية، يعني إذا يعني بعده هيدا كله تحت الدراسة، وإن شاء الله رح نشتغل فيه بسرعة ضمن مقدرتنا يعني كسيد خلف كأفراد. نعم. وإن شاء الله السيد خلف ما بيقصر، هو قلبا وقالبا مع لبنان، دايما بيفكر بأهله بلبنان، بيفكر بكيف بيقدر يساعد. هو بيتمنى يكون شخصيا موجود على الأرض يعني، بس للأسف الظروف ما سمحت. نعم. قد ايه بحاجة لهيك مساعدات يا نورة؟ نحن منحييكم ومنحيي شركة الحبتور على هالمبادرة اللي قمتوا فيها، وتحياتنا لكل الدول العربية اللي عم تتطلع اكيد بلبنان وعم بتحط ايدها بايدنا وبايد هالمتضررين لعن جد نرجع نعمر بيروت من اول وجديد. شو حلو شفنا هالتضامن العربي كارين، يعني شيء بيكبر القلب. بتحسي ساشا هيك لبنان مثل الولد
الولد مدلل، المدلل عند عند اهله، عرفتي يعني؟ ما بعرف، في نعمه ربنا هيك مميز هالبلد فيه انه كل الناس وكل الدول بتحبه الا حكامه للاسف ما بحبوه اعدائه، بس بتحسيه هيك يعني مثل عبالك تعبتي يعني بهالمصيبه اللي صارت. انا كأم هيك حسيت، حسيت انه انا على بالي اعبط لبنان واعبط بيروت واقول له انه انا معك ما تخاف، يعني رغم كل الاضرار والمآسي اللي نحن عم نعيشها بهذا البلد. هذا الصراع اللي عم نحكي عنه، وكمان من الاعلاميين اللي لهم تاثير على مواقع التواصل الاجتماعي وحبها لبيروت كثير كبير، ودائما بتعبر بهذا الشيء من خلال كلماتها الحلوه القريبه للقلب. معنا الاعلاميه رابعه الزيات، بصبحك بالخير رابعه. صباح الخير ساشا، صباح الخير كارين، صباح بيروت المكسورة المجروحة المنكوبة الثكلة. أنتوا أمهات كنتوا عم تقولوا كل ما كبر الحزن عبالكم تحضنوا بيروت، بس تخيلوا الأم الثكلة مين بده يحضنها؟ الأم اللي فقدت ابنها واللي ما لقت له أثر تحت الأنقاض، مين بده يحضنها؟ بعتذر يعني أنا صار لي من وقت الفاجعة، من وقت النكبة، من وقت هالقنبلة النووية اللي انفجرت ببيروت وبقلوبنا وببيوتنا، اللي تركت غصة ووجع وحزن وانكسار وغضب بكل بيت. أنا هيدي أول مرة بحكي، كل شوي بحط التليفون بقول بدي أعمل فيديو بدي ساعد، بس مربطة ما لازم يكون هيك. أنا دايماً كان عندي أمل وهلأ عم بحكيكم بالكاد عم إلي نفس أحكي ليطلع صوتي. بالكاد إلي نفس أحكي، مش بس إنه إلي نفس أحكي، بس في غصة وفي خنقة مخنوقة كتير، لأنه نحن أمهات بنعرف إذا برغشة مرقت من حد ولادنا. ولد من أولادنا شو بنعمل؟ كيف أم هايمة بالشوارع ما عم بتلاقي أثر لابنها، اللي عم بتقول ابني حلو وعيونه عسلية حدا شفلية، وأمه لجو اللي عم بتقول جو قوي لا رح يقوم. أنا بس بدي أسأل سؤال، ولا مرة تمنيت الأذى لحدا، ولا مرة تمنيت الأذى لعدو، ولكن لو كان ابن سياسي أو بنت سياسي اللي بيمشوا معهم 10 و12 بادي جارد، إذا مرقت دبانة بينقضوا عليها. هيدول الناس ما حسوا بهالأم اللي ما عندها جواب وين ابنها؟ هيدا سؤال. بس اللي بدي أقوله كارين، أول شيء بدي أوجه لك تحية أثرتي فيه كتير. أنا اليوم شفت الفيديو اللي امبارح أو الرسالة اللي طلعت فيها امبارح وحكيتي عن كل اللي مرقنا فيه. نحن اليوم بعد قادرين نحمل؟ الشعب اللبناني اليوم بعد قادر يحمل؟ شو بعد فيه؟ شو بعد فيه ما صار فينا؟ بيقولوا ما تستعظموا، بيقولوا نحن قوية. إيه الشعب اللبناني صابر، الشعب اللبناني قوي كتير كتير، صبر كتير، بس ما بقى قادرين نصبر. اللي صار بيروت نكبة، اللي صار ببيروت جريمة كبرى. هيدي السما، هيدي الغيوم السوداء اللي غطت سما بيروت واللي فاتت على كل بيت، هيدي لازم تشتع عليكم يا قتلة، يا مجرمين، يا مسؤولين، يا مهملين، يا فاسدين، بكل بيت فيكم لازم تشتع عليكم، لازم تذوقوا المر اللي نحنا دقناه كل هالسنين بكافة الأشكال بكافة الألوان، من هجرة لفقر لجوع لذل عبواب المستشفيات، لذل كرمال الدواء وكرمال التعليم، لذل كرمال نعيش، ذلوا المواطن بلقمة عيشه لحتى اضطر بسبب هيدا النظام الطائفي المقيت الفاسد المتجذر فينا وبلبنان، ذلوه لحتى يلحق الزعيم، لحتى يوظف ابنه أو بنته أو خيه، وكل حياته يبقى مديون لإله، كل عمره يبقى ذليل لهالسياسة. طيب عال نحن مرقنا بحروب، بعد الحرب حدا تحاسب؟
بيقولوا لازم ننسى، بيقولوا لازم نسامح، لازم نتجاوز، صح؟ نحنا ما بدنا نحقد، نحنا ناس طيبين، نحنا ناس منحب الحياة، بس كيف بدنا ننسى إذا ما حاسبنا؟ كيف بدنا ننسى إذا ولا حدا من أمراء الحرب طلع اعترف وتسامح؟ لوين واصلين بعد؟ اليوم خلص، اليوم خلص، نحنا بدنا نحاسب كل مسؤول عن هالإهمال، عن هالفساد، مقصود أو غير مقصود هو مسؤول. صح، لازم يتحاسب. وهيدي مثل ما قلتي رابعة، أنه هيدي كانت الضربة القاضية لبيروت ولكل الشعب اللبناني. يعني رابعة، بس أنت ناشطة مثل ما قالت ساشا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنت اللي صرختي هالقوي، صرخت كل أم وأخت وبي وابن، هيدي هاي الحقيقة، لأنه الله لا يجرب حدا بهيك مصيبة. جهنم، يعني أنا بقول الأم بتكون حاملة يعني عايشة بجهنم الحمراء أهين من هالوجع اللي عم بتحسه. بس أنت ناشطة على السوشيال ميديا رابعة، آخر سؤال لإلك، عم بتشوفي ناس مقسومين كمان، يعني حتى مصيبتنا، مش مصيبتنا، كارثتنا، ما بعرف شو بدي أحكي، في ناس بعدها مقسومة رابعة، في ناس بعدها عم تشمت، في ناس يعني ما بعرف شو الخطية، شو قليلي، بس شو الخطية بأنه إنسان يطالب ويقول يا عمي أنا بدي وطن؟ شو الخطية؟ أكيد أكيد حقنا كلنا نطالب بدنا وطن، بس هون اسمحي لي كارين قول شغلة، الثورة بدها وعي، ومش عم نصبر. الوعي بدي بلش من حالي، بدي ثور على ذاتي، بدي ثور على الموروث، بدي ثور على المعتقدات، بدي ثور على الطائفية، بدي ثور على المحسوبيات، هيدي بدي بلش من حالي، بدي انزل على الشارع، بدنا اياها ثورة نظيفة، بدنا اياها ثورة توصلنا على مطرح. الصورة اللي شفتيها امبارح رابعة بالثورة شو كانت؟ الصورة اللي شفتيها امبارح عن الثورة؟ للأسف أكيد أكيد في كتير ناس، آلاف الناس نزلت بقلوب بيضة، بوجع حقيقي، بمطالبة حقيقية، بس مثل كل شيء، مثل كل شيء، نحن أساساً، معلي لو بدي يكون قاسي، نحن منا شعب واحد، نحن مثل ما قال زياد الرحباني، قرطة ناس مجموعين ومقسومين، وقسمنا أكثر النظام الطائفي برأيي، عشان ما نحكي شعر، عشان نكون عمليين. نحن اليوم طالعين، بعدنا مش طالعين، نحن بعدنا تحت ركام أزمة ونكبة كتير كبيرة. هيدا الحزن العميق لازم يولد غضب. الغضب لوين لازم يوصلنا؟ لازم نعرف أول شيء ننتفض على حالنا من النظام الطائفي، من الطائفية الموجودة فيها. بعدنا لليوم منقول نحن وأنتو، صح ولا لا؟ رابعة صار له 30-40 سنة هيدا النظام مشلش بالأرض، هيدا النظام مشلش بالأرض وشلش معه شعب، يعني مش رح يستغنوا بالهين، مش رح يعطوك إياها بالهين، بدك كتير تتعذب لتشيلي هالشلوش. أكيد مش بالهين كارن، أكيد بدها سنوات، يمكن 7 سنين، يمكن 8 سنين، بس نحن تعودنا يجي قرار من برا ونضمت جراحنا، نضمت هالجروح، ما نعالجها من الأساس. بدها وقت، هيدي بذرة ثورة، هيدي شرارة ثورة، بعدها ما نضجت، لأنه نحن بعدنا شعب غير ناضج، بعد عنا هيدا الفكر الطائفي والمحسوبيات والاستزلام والتبعية. بدنا نطلع منها لحتى نحط إيدينا بإيدين بعض. وقت يبلش قلي كارين أنتو وانت تقري لي انتو، ونتهم بعضنا ونسقط احكام على بعضنا، فينا كلنا يكون عندنا هدف واحد، هو الخلاص، هو الدوله المدنيه، بس انت يكون عندك طريق وانا يكون عندي طريق. المشكله اليوم اذا انت عندك طريق وانا عندي طريق، بتخونيني او بخونك، صح، بسقط احكام عليك وبتسقطي احكام علي بدينك وبتدينيني، صح، فيني يكون مع هدف نبيل اكيد ومع الحق، ولكن يكون عندي طريقتي او استراتيجيه ثانيه، صح. وبترجى من الكل، كل الصادقين، كل الصادقين، نحن بدنا نطالب. نحن وصلنا لنطالب بانتداب؟ ما نحن عشنا الاستعمار وعشنا الانتداب وعشنا
العدو الصهيوني شو عمل فينا. هلأ اليوم بعد في ناس عم تحكي بالثورة وبالحرية وبتقول بدها انتداب. هيدا 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 رابعة رابعة هيدا شو رميك على المر قال له الأمر منه هيدا لا لا هيدا لا لا لا. خليني بس وصل لك رسالتي. لا فرنسا قالت لحالها تيجي تنتدبنا ولا حدا رح ينتدبنا. هيدا وجع وقرف وناس كانوا بهول الصدمة ناس موجوعة. وانت بتعرفي وقت اللي بتكوني موجوعة بتحكي اشياء اوقات ما بتكون قاصدتيها. هول الناس ما حدا قاصد هيدا من القرف. يعني المشكلة مش باللي قالوا بدنا انتداب، مشكلة باللي وصلوك تقولي انه بدك انتداب. هيدي المشكلة. منحل المشكلة هول الناس كله ما بتعود تحكي هيدا الحكي. يعني من حرقة يعني قلبها يعني كمان. اكيد ما قصدهم وعن جد يعني مش عم دافع لانه منهم ولادي وامي وبي، بس ما قصدهم. بس هيدا ردة فعل من ناس تحت التراب. بفهم ناس موجوعة بشكل مباشر، بس ما بفهم من صحفيين، من إعلاميين، من مثقفين. كارين، في فرق بين يعني إنسان موجوع، إنسان غبان، إنسان بده يفش خلقه، وفرق بين إنسان تاني. أنا مش هلأ مني هون لدين، بس أنا لنوصل لطريق صحيح لازم كلنا نطلع وبلش من حالي. انتبهي، أنا بدين حالي أولاً. أنا لازم أنا نظف حالي من طائفيتي، من مذهبيتي، ومن تبعيتي، برجع بعدين بحكي بغيري. بس مبارح استوقفني بيّلا ألكساندرا، بيّها الملاك، طلع حكى رسالة كتير مؤثرة، وقال بدنا نكون إيد وحدة، بدنا نمسك إيدين بعض، بدنا نلاقي بعض. هيدا هو الطريق الصح. واليوم أي تحرك بالشارع لازم يكون منظم، لازم يكون عنده هيكلية، يكون عنده أهداف واضحة لنوصل، وإلا الحرق والتكسير والخبيث ما بيوصل. واضح مفهوم طبيعي طبيعي بعد هالنكبة اللي صارت وهالمصيبة اللي صارت. بس بدنا نبلش نفكر بحلول عملانية لنوصل ومنطقية أكثر. شكرا لك الإعلامية رابعة الزيات. وبدنا نقول لك بدي عزي حالنا، بدي عزي بيروت، بدي عزي كل أهالي الشهداء. ونحن خجلانين من حالنا ومن بيروت. بس بدي أقول على الرغم من كل شيء بيروت رح ترجع تقوم. أمين والله العظيم. أمين والله العظيم بيروت رح ترجع تقوم. شكرا لك يا رابعة. شكرا كثير. بنقول لك الحمد لله على ألف سلامة رابعة، لأنه عرفنا أنه أنت كنت قريبة من موقع الانفجار وعشت هاي الهول الصدمة. الحمد لله على سلامتك وسلامة عائلتك. شكرا لك ساشا. قبل ما ننتقل لزينة بس عبينا هيك فينا نحط الصورة نضال على الهواء. اوكي بمطار دبي طبعا عم بيمرقوا اللبنانية على الفاست تراك بدبي على الخط السريع، وعم بيقدموا لهم وردة مكتوب عليها اعمار لبنان من اعمار الامارات. شو حلو. عن جد حلوة كثير هاللفتة. حلوة هاللفتة من الامارات، يعني تحية لأذن قادة وشعبان. جالية كثير كبيرة من اللبنانيين وبدنا نفتح مجال كمان، يعني هيك نقول كمان للدول العربية الشقيقة اللي على طول بتفتح بيوتها وأشغالها إنه كمان يسهلوا أمور اللبنانية. صدقوني يعني أكيد مشكورين كتير على المساعدات اللي عم بتقدموها للمنكوبين. هلأ المساعدة الأكبر واللي على المدى الأطول هي إنكم تفتحوا مجال كمان للبنانية إنه يسترزقوا بدول الخليج. رح ننتقل عند زينة هلا. زينة خبرينا عن المشهد عندك. ساشا شو بدي خبرك ساشا، بنتقل من محل لمحل. محل بحس حالي كتير معنوياتي بالأرض، برجع بتلاقى بأشخاص بحطولي معلميات كتير فوق. أنا موجودة هلأ بالأشرفية، تلاقيت بمجموعة جاية من الكورة من بشمزين على الأشرفية لتساعد أبناء الأشرفية. هيدا هي نخوة اللبنانية يلي دايما بحكي عنها، يلي دايما مشدد عليها، يلي دايما بقول إنه مبلا رح نرجع نقوم أشرفية وبيروت كله على إجريها ولبنان كله. معي هون رئيس بلدية
بكليه بشمزين، يعني يعطيكم الف عافيه. جايين بمبادره شخصيه من دون طلب من اي حدا، جمعت شبابك شباب الضيعه وجيتوا لتساعدوا اهالي بيروت بتنظيف الطرقات. خبرنا شوي عن هالمبادره. يعني هي مبادره، نحن هذا شان وطن وهذا الحس الوطني عند كل اللبنانيين، دفعنا انه نجي اليوم من الشمال من الكوره نحمل الياتنا، جايبين 2 بوب كات و3 بيك ابات ومجموعه من خيرة شباب بشمزين وصبايا بشمزين، وجينا لنساعد اهلنا ببيروت بالتغزيل وتنظيف الواقع، انه كان شيء مؤثر جدا والخراب كتير كبير. فواجباتنا كلنا كلبنانيين نساعد بعضنا، نحط ايدنا بويرات باقي البلديات اللي عندهم امكانيات يساعدوا ببيروت ببلديه بيروت لنرفع معنويات اهلنا ببيروت ولنكون جنب اهلنا ببيروت. وانتوا جيتوا بالتنسيق مع بلديات او مع تنسيق بالتنسيق مع بلديه بيروت، او انتوا هيك بس جمعتوا بعضكم قلتوا خلينا ننزل نساعد اهلنا ببيروت؟ لا، نحن جمعنا بعضنا بمبادره من صبايا الضيعه، قالوا بدنا ننزل على بيروت وجمعنا الشباب ونزلنا كمبادره فرديه، يعني ما حدا. يعطيكم ألف عافية، وهيدا نداء يمكن لكل رؤساء البلديات اللي موجودين على الأرض. عن جد عم نشوف كيف جايبين حتى معهم الآليات تبعهم من الضيعة على بيروت، وهيدا الشيء بيفرجينا قدي نحن عنا وحدة وطنية كتير أكبر من الحكام يلي عم يحكمونا اليوم، يلي عم يجربوا يفرقوا بين بيناتنا، يلي عم يجربوا يفرقوا بين أبناء الوطن الواحد. رح نقول لهم لا، ما فيكم تفرقوا بيناتنا، رح نضل مجموعين بأيام السلم وبالأيام يلي منتواجد فيها بمحلات نحن ما منكون بدنا نتواجد فيها، بتوجدونا فيها بالقوة. نحن رح نقوم ورح ننظف بيروت ورح نرجع نعمر بيروت ونعمر لبنان كله إيد بإيد، رغم كل الظروف اللي عم تقطع علينا، رغم كل الأشخاص اللي عم بجربوا يفرقوا بيناتنا، رح نضل موجودين ورح نضل إيد واحدة. شكرا لك زينة ويعطيك ألف عافية. قبل ما نختم نرجع ننتقل على العيد ميلاد لهو يختم صباح اليوم. عبير يقول شغلة ساشا أنه في كتير صور عم يتداولون أشخاص كتير ويبعثوا لنا هن من اللي صار مبارح بالليل بساحة الشهداء، وعن أشخاص بلباس مدني عم بيقوصوا على الصور مباشرة. نحن ما حبينا نحط هيدي الصور لأنه بعدنا منا مأكدين مزبوط، والبلد متهزني واقف عشوار مثل ما بيقولوا، مش ناقصه خبرية. بس اللي أكيد إنه كل شيء رح يبين. صح، ما بقى فينا نخبي شيء. ممنوع بقى شيء. ايه عن جد ما بقى في شيء. ما رح نقبل. شكرا كثير لك ساشا. ثانك يو لك كارين، وحمد لله على سلامتك عن جديد. أنا بس بدي أسأل نضال إنه عم بيصلنا على الجروب أسماء ناس حابة تتبرع يمكن وتساعد كتير عالم، مثل ما عم بيقول لي نضال انه رح نعرضهم بكره. في ناس عم بتقدم بيوتها، في ناس عم بتقدم مساعدات عينيه، اكيد بحلقه بكره رح نعرض كل التفاصيل على شاشه الجديد. بدي اتمنى السلامه للكل، يعني الحزن كتير كبير والوجع كتير كبير كارين، بس عم نكافح لنستمر بهيدا الحياة لأنه ما عنا غير حل، متعلقين بهالأرض وبهيدا الوطن وهيدا نصيبنا وهيدا قدرنا. إن شاء الله نقدر نغير. إن شاء الله مثل شاء الله ما دائما نقول إن شاء الله نقدر نغير بالخير يا رب على الكل. رح ننتقل لعند ميلاد وبقية نهار سالم يا رب يا رب لألكم. يعطيكم العافية كارين وساشا ولكل فريق العمل. رح نختم صباح اليوم بهالشارع يلي كان رمز للحياة والفرح والسهر، هو اليوم الصورة اللي فيه بتدل على الموت والخراب والدمار، بس كمان في صورة تانية من التعاون ومن التضامن لهالخراب يروح ويروح بسرعة مثل ما عم بتشوفوا. لبنان هو بلد أكيد بلد الجمال وبلد الفرح وبلد المحبة، والناس يلي كانت بتحب تجي تزور لبنان كانت بتحب تجي تزوره لأنه بتنعم بأوقات من الراحة وبأوقات من الفرح. ويمكن يلي زعلانين على لبنان مش زعلانين على بلد تعرض لجريمة كبيرة ولا نكسة، زعلانين على شيء منه راح، لأنه كل حدا منه بيعتبر بيروت لإله. وإذا تبعتوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي شفتوا أنه كل حدا حكي عن جزء من بيروت بداخله. هيدا البلد يلي هو جزء بداخل كتير من الناس حلو يصير بلد مستقل وكيان مستقل قائم بذاته، مش بس بقلوب وبمحبة اللبنانية بس كمان وبضمائرهم، بس كمان بالواقع.
كل ما السياسيين رح يضلوا زعماء بهالبلد بفتكر ما رح ننعم ببلد، بس يتحولوا السياسيين يكونوا موظفين ساعتها بيصير عنا بلد، لأنه بس يكون السياسي موظف بيصير فينا نحسبه إذا قام بدوره أو إذا كانت نتيجة يلي عم بيقوم فيه هو هيدا. بعرف أنه كتار من اللبنانية بيحسبوا السياسيين على نواياهم أو على خطاباتهم أو على الموعود يلي بيوعدون فيها. خلونا هالمرة نغير المعادلة ونحاسب على النتيجة. النتيجة شوفوها بعيونكم هلأ، هيدي هي النتيجة، هيدا هو الخراب وهيدا هو الدمار يلي وصلنا له، هيدي هي النتيجة اللي وصلنا لها من ورا هالمجموعة يلي ما عم تعرف تحكم مع بعضها، ويلي كان كل همها انه بس تاخد مراكز من بعضها وتحط لحالة متاريس وين ما كان بالمراكز العامة وبالوظائف العامة، واخر همها خدمة المواطن. بعرف انه اللبنانيه بينقلوا كتير صور على مواقع التواصل الاجتماعي لسياسيين لما بيشوفوه رايح بالبيسيكلات على شغله او طالع بين الناس او ماشي، او لما بيشوفوا انه في سياسي راح من دوره السياسي بس لانه صرف مبلغ 100 دولار من كريدت كارد له علاقه بالقطاع العام. بس نصير نعرف نعامل السياسيين تبعونا بهيدا الاطار بفتكر منكون عم نبني بلد. عم بحكي هيدا الحكي من حرقة قلبي وعم خلي الصورة هي تفرجيكم النتيجة. النتيجة هي يلي هلأ عم نشوفه، مش النتيجة بوعود السياسيين وبكلماتهم المعسولة وبخطاباتهم. كنا منفكر انه اكبر استثمار هو استثمار بالمال، اكبر استثمار هو استثمار بالخوف، وعلى مدى هالسنوات سنوات لبنان استثمروا بخوفنا. قبل شوي زميلتي رابعة عم بتقول انه نحنا مجموعة ناس، بس يلي عملنا مجموعة هو يلي ما بده ايانا نكون واحد. هيدا كان صباح اليوم لليوم، بتمنى من جديد السلامة لكل الناس يلي نجوا، والله يرحم كل الناس الضحايا اللي وقعوا نتيجة هالجريمة، وللمفقودين الله يصبر أهلهم ويردهم بالسلامة. نشكر متابعتكم ومساندتكم كمان انتو لقلنا وسمعنا اليوم أصواتكم إن كان على الهواء وتحت الهواء.